مساء الخير. روان لا تحرك، يلا مام يلا خلص و مهندس عبد المجيد سامعني؟ روان هذا بس حضرتك سامعني طيب؟ حازم سامعني؟ أحيا ولدي هستأذنك يا باشمهندس عبد المجيد، بس لو تقفل المايك عند حضرتك. طيب حازم، لو سمعنا ممكن تكتب بس. الو، سامعني انت كده؟ طيب ولا مش سامعني؟ انا سامعك. طيب انا هعمل ميوت تاني. طيب هنستنى بس ان شاء الله دقيقة بالظبط، دقيقتين بالكتير الناس تدخل ونبدأ ان شاء الله. أهلا بك يا محمود، سامعنا وشايفني كويس؟ محمود؟ سامعني كده؟ انا كده سامعك كويس. انت سامعني برضو ازيك يا كويس؟ باشمهندس؟ ازاي الصوت حضرتك؟ وصل لك؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. الصوت وصل لك كويس؟ واصل زي الفل الحمد لله. طيب تمام. طيب نبدأ كده، احنا الاربعة ان شاء الله، احنا الخمسة كده، احنا الاربعة. بسم الله، اتفضل. طيب احنا هنعمل شير سكرين دلوقتي حالا. طيب احنا، انتوا كده يا جماعه شايفين البرزنتيشن؟ طيب انا شايف كده. طيب تمام. احنا ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الاجايل، وان شاء الله بعدها هنخش على السكرام فريم ورك. احب بس اعرفكم بنفسي سريعا، انا اسمي حسن سلام، في الاساس مهندس ميكانيكا يعني، و خلصت الحمد لله الماجستير من ايام كده بسيطه يعني، وكان التوبيك بتاع الماجستير هو الاجايل ميثودولوجي للهاردوير برودكت او البرودكت ديفلوبمنت، مش بس للسوفت وير ولكن المنتجات الثانيه ازاي نقدر نطبق عليها الاجايل. حابب بس اسمع منكم، او اللي مش هيعرف يتكلم ممكن يكتب، كل واحد يعرف نفسه ويقول لنا هل عنده خبره في الاجايل ولا لا، واللي بيشتغل لو بيشتغل فين او حاجه، معلومات بسيطه يعني، ويقول هو منتظر ايه النهارده من الكورس ده ان شاء الله. فنبدا كده بمحمود.
تمام. السلام عليكم، محمود فرج الله، software developer. شغال software developer، ما اشتغلتش باجايل قبل كده لان لسه الاكسبيرينس بتاعتي مش كبيره قوي، او الانفايرمنت اللي انا موجود فيها حاليا مش بشتغل باجايل، بس انا متارجت ان انا يعني ادخل الانفايرمنت الثانيه في وقت جاي يعني. تمام. هيستخدم اكيد اجايل يعني. فاللي انا مستنيه من حضرتك في السيشن ده هو فهم لماهيه الاجايل وازاي ممكن استفيد منه في الفيلد بتاعي، وايه الخطوات اللي او ايه المشاكل اللي بتواجهنا في الايجيبشن ماركت وازاي نحلها. يعني اعتقد حضرتك اكيد مريت بعملت ريسيرش او حاجه بتخص الناس يعني المعوقات، خلينا نقول تمام في تطبيق اجايل في مصر وازاي ممكن نواجه. طيب حاجه كمان اللي انا متوقعه من السيشن دوت ان احنا ازاي اقدر اقنع لو انا موجود في انفايرمنت معينه ما بتستخدمش اجايل او سكروم بشكل خاص، ازاي ممكن اقدر اقنعهم بده، وايه حجم التيم اللي انا محتاجه عشان ابدا اطبق النظام زي ده. طيب فدي من الحاجات اللي ممكن اكون مستنيها من السيشن ده. والبدايه ازاي، وهل معلش انا ممكن تكون اسئله؟ لا اتفضل اتفضل اتفضل. ده كله يعني لينا نقول البدايه ممكن ابتدي ازاي، خاصه ان انا كل معلوماتي سطحيه جدا عن مقارنه بحضرتك طبعا عن الاجايل والسكروم. وكمان خلينا نقول اني عايز اعرف السيرتيفيكيشن للاجايل، هل مهمه انا كحد سوفت وير ديفلوبر ولا مش مهمه؟ انا كده شكرا جدا. طيب متشكر جدا. طيب عموما تعليق بسيط عليك، يعني الاسئله اللي يعني مش يعني مش هقدر اجاوب عليها وانا واحنا مشغلين مع بعض، ممكن تبقى في الاخر تسالني عليها وانا ان شاء الله اجاوبك عليها. خصوص الشهادات والسكور ازاي نبدا الحاجات دي كلها. نبدا على المهندس عبد المجيد، اتفضل. تمام. المهندس عبد المجيد هو شغال برضه سوفت وير ديفلوبر، وهو بيقول ان هو هدفه من الحضور ان هو يحصل على شهاده اللي هو البروفيشنال سكرام ماستر واحد. تمام كده، ودي محتاجها في مجال شغله او جهه العمل بتاعته. تمام كده يا باشمهندس عبد المجيد. طيب لو حضرتك بس تقول لنا، هل ليك خبره بالاجايل او استخدمت الاجايل اي حاجه من الفريم ووركس او التكنيكس بتاعت الاجايل قبل كده؟ معانا يا باشمهندس عبد المجيد، استخدام بسيط. طيب خلاص تمام، خلاص ان شاء الله هجاوب على حضرتك في اخر السيشن يعني بخصوص شهاده البي اس ام، وان شاء الله لو في وقت هنحل اسئله مع بعض على الشهاده دي تحديدا، لان دي الشهاده اللي انا خدتها ودي الحقيقه في اقوى الشهادات في الاسكرام. مش هنتكلم في الاجايل، ولكن هي من اقوى الشهادات في الاسكرام. حازم اتفضل يا باشمهندس حازم. أنا المهندس حازم سعيد، أنا مهندس ميكانيكا. استخدامي للأجايل أو أي سوفت وير، أنا ما استخدمش أي حاجة، فأنا مهندس ميكانيكا ما استخدمش أي من الحاجات ديت. عايز أتعلم منه إيه؟ عايز أعرف أنا هقدر أستخدمه في إيه بحيث إن هو يسهل لي عملي اليوم اللي أنا بستخدمه. مش مستني شهادة، أنا مستني إزاي أقدر أدمجه في البروسيس بتاعتي اليومية بحيث إن أنا عملي الشغل اللي انا بعمله تقريبا بيتكرر كل يوم، فانا ازاي اقدر استخدم سوفت وير زي دوت بحيث ان انا اشيل الدونكي وورك من عليا، بحيث ان انا اخليه مثلا يبقى البروسيس ده بتتم سيستماتيك بعد كده اكشن اللي انا اعملها. فانا محتاج اعرف سوفت وير زي دوت ممكن يساعدني في حاجه زي كده ولا لا، بحيث ان هو يسهل الشغل اللي انا بعمله بطريقه يوميه. تمام. هو طبعا السكرام هو فريم ورك، يعني هو طريقه يعني اداره العمل، هو مش سوفت وير، هو في سوفت ويرز بتساعد او بتخدم على الاجايل ميثودولوجي، بس هو في حد ذاته هو مش سوفت وير، هو فريم ورك او اطار عمل. بس ان شاء الله هتقدر تطلع ان شاء الله من المحاضره على الاقل
لبعض الافكار البسيطه اللي تقدر يعني ايه تطبقها في شغلك. انا هستاذنكم بس نص دقيقه احاول اولع النور لان الجامعه غالبا طفت النور علينا، فنص دقيقه بالظبط هرجع لكم تاني. معلش انا اسف عذرا على المقاطعه. معلش الاسم الاخير انا مش عارفه هو اختصار اي كي، فلو تعرف نفسك بعد اذنك سواء لو حابب تفتح الصوت او تكتب مفيش مشكله. طب مين يا جماعه الشخص اللي معانا الاخير لو يعرف نفسه او لو سمعنا حتى يقول يعني. هو لو انت في تحت علامه المايك ممكن تدوس عليها بتفتح المايك، لو انت محتاج تفتح المايك يعني. الناس معايا يا جماعة يعني. طيب في حد اهو كتب. حامد كمال هو الاسم الأخير. حامد كمال أنت سمعني يا حامد كمال؟ طيب أنا هكمل بس عشان حامد كمال أنت سمعني كده كويس؟ ممكن تفتح المايك وتعرف نفسك لو أنت سمعنا، أو ممكن تكتب لو مش حابب تفتح المايك. انا حبيت بس المحاضره تبقى اونلاين يا جماعه عشان يعني بحيث ان احنا نتفاعل مع بعض، فده الهدف من المحاضره كلها يعني. طيب انا هكمل عشان بس الوقت بقى. لو في حد عنده سؤال يا ريت يوقفني ويسالني في اي وقت مفيش مشكله، يعني ده الهدف من المحاضره ان لو حد عنده سؤال ما محتاج يساله في النص يتفضل مفيش مشكله. طيب انا حابب ابدا بالمقوله ديت، يعني هي مقوله بسيطه جدا يعني بتقول لك ان كل يوم الصبح في افريقيا الغزاله بتصحى وهي عارفه ان هي محتاجه تجري اسرع من اسرع اسد عشان تقدر تعيش او تنجو، والاسد كل يوم بيصحى الصبح ومحتاج يجري اسرع من ابطا غزاله عشان يقدر يعيش. فبيقول لك هي مش فارقه سواء كنت اسد او غزاله، فانت كل يوم الصبح لما الشمس تطلع انت محتاج تبدا تجري. فدي حاجه مهمه جدا ان احنا نطور نفسنا، السوق بيتغير كتير والشركات دايما بتسعى ان هي يعني تجيب ناس اب تو ديتد وعندها كومباتيتيف ادفانتج عاليه وحاجات زي كده. فعموما الحاجه دي يعني حتى لو يعني الاستفاده منها بسيطه، بس ان انت يبقى عندك يعني اويرنس او معرفه بالحاجه دي، دي حاجه بتضيف للشخص يعني. طيب احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم مقدمه بسيطه، بعد كده هنخش نفرق ما بين الاجايل والتراديشنال ابروتش او الاداره التقليديه اداره المشروعات التقليديه، وبعد كده هنشرح حاجه بسيطه في الاورجنايزيشن ستراكشر، بعدها ان شاء الله هنخش على السكرام فريم ورك والحاجات المتعلقه بيه. طيب السلايدز واضحه قدامكم ولا انتم شايفين الشكل اللي في الجنب ده مغطي على السلايدز؟
ممكن بس حد يقول لي في ايكونز كده صغيره مكتوب يعني شرطه كده بتعمل مينيمايز لل تمام. للسلايد ده، ممكن حد يعملها لو متضايق لو مش شايف منها. طيب تمام اوكي. طيب الفكره كلها يا جماعه ان احنا اداره المشروعات، احنا بيبقى عندنا خطه زي ما احنا شايفين في الرسمه قدامنا هنا. الخطه بتاعتك انت هتبدا من النقطه دي وليكن هتوصل لنقطه النهايه دي، دي الخطه بتاعتك. بس الواقع، الواقع مختلف. الواقع تحت في الصوره ان انت في لازم تنزل تعوم ولازم تتسلق ولازم الجو هيتغير عليك، فتبقى عامل حسابك في اللبس والحاجات دي كلها. فمن هنا جت فكره ان احنا لو بنعمل مشروع، المشروع ده يقعد سنتين ثلاثه، وفي مشروعات بتقعد اكتر وفي مشروعات بتقعد اقل. فبالتالي اللونج تيرم بلاننج ان انا ابقى عامل بلان لسنتين ثلاثه قدام، في بعض الريكويرمنتس هيحصل لها اوبسليت، ان هي الريكويرمنتس دي مش هتبقى صالحه للتطبيق او للاستخدام. تمام؟ يعني واحد مثلا بيمشي في اي فكره، مثلا تكون زي ما احنا قرينا مثلا اليومين اللي فاتوا توماس هوك قفل، واحد عايز يفتح مكتب سياحه وماشي في الاجراءات وي وي وعمال خلاص، هو فكره ان مفيش شركات سياحه كده وفاتحه فروع ومرتبات ناس وحاجات دي كلها، موقع واحد يعني يقدر يغطي الكلام ده كله مثلا. فان انت تبقى بتخطط للونج تيرم خصوصا في السوفت وير والتكنولوجيز الايام دي بتتغير كتيره جدا والحاجات دي كلها، فبتبقى محتاج ان انت في مرحله من المراحل ان انت تغير توجهاتك او تغير الاستراتيجيه بتاعتك. فمن هنا طلعت الايه الاجايل. نقطه تاني، لو تخيلنا ان حضرتك مثلا طالع رحله من القاهره ولتكن رايح مثلا السعوديه بري، فحضرتك هتعدي على السويس او نفق الشهيد احمد حمدي وتعدي توصل للعقبه، والعقبه تاخد الاخيره مثلا تعديك الناحيه الثانيه، بعد كده تاخد العربيه بتاعتك وتكمل رحلتك تاني. دي الخطه اللي انت عاملها وحاسب الوقت وحاسب البنزين وعارف كل حاجه معاك. بعد فتره طلعت بالعربيه، واحد صاحبك قال لك يا جماعه ده النفق واقف. طب ده انت مخطط وما انتش بقى عامل حساباتك ولا عامل بلان بي ولا عامل اي استعداد للتغيير، فبالتالي هتفضل واقف في النفق الخمس ست ساعات دي. وفي واحد تاني انطلق من القاهره في نفس الوقت، على طول لما سمع الخبر ده وتحول نفسه من منطقه النفق فوق، نزل على الغردقه او المناطق اللي حواليها، خد العباره وعدى الناحيه الثانيه ووصل للنقطه بتاعته اسرع منه. فهو معنى كلمه اجايل كمعنى اصلا، كلمه معنى للكلمه هو ان انت يبقى عندك القدره على الاستجابه للتغيير بشكل اسرع. تمام كده؟ طيب هنخش هنا على التراديشنال ابروتش والاجايل. في اداره المشروعات العاديه احنا بنبدا المشروع بفيزز او مراحل، كل مرحله بتتبع اللي بعدها. يعني بعمل بلان، البلان بتخلص بخش على الكبير، بعد كده اخش على ريفيو، بعد كده اخش على ريليز. مفيش واحدة من المراحل بتبدأ غير لما المرحلة اللي قبلها تنتهي. بينما في الأجايل هو بيدمج كل المراحل دي في بعضها، تمام؟ وبيقسمهم على حاجة بنسميها الإيتريشن اللي هو التكرار. يبقى بعمل بلان، كرييت، ريفيو، ريليز. بطلع جزء بسيط من مخرجات المشروع بتاعي، سواء سوفت وير، سواء المشروع دوت مشروع أنا بعمله إدارة مشروعات أو أي حاجة. اي حاجه اقدر اطبق عليها الاجايل. انا ما اقدرش اقول ان الاجايل بيتطبق على كل تطوير منتجات او على كل المشروعات، لان الاجايل ليه استخداماته، والاجايل زي ما هنقول دلوقتي ان هو معمول للسوفت وير برودكت ديفلوبمنت. الاجايل مش معمول للفيزيكال او المنتجات الحسيه، المنتجات اللي بتتمسك في الايد او المنتجات زي الماوس والحاجات دي كلها، الاجايل مش معمول لها. الاجايل معمول للسوفت وير برودكت ديفلوبمنت. وبالتالي عشان استخدم الاجايل في مجال بره السوفت وير برودكت ديفلوبمنت محتاج اعمل على الاجايل تعديلات. الحاجات دي ان شاء الله لو انتم حابين هنكمل فيها في محاضرات تانية بالتفصيل. فهنا خدنا فكره ازاي الاجايل بيشتغل، ان هو بيدمج مراحل المشروع كلها في بعض عشان يقسم مخرجات المشروع على اجزاء. الاجزاء دي بتساعدني ان انا اعمل بيها اوريها للعميل، العميل يديني عليها فيدباك، الحق اصلح بدري، وبالتالي
بيقلل معايا الكوست اوف تشينج، بيقلل معايا الري وورك، بدل ما اعمل حاجه في 6 شهور واوريها للعميل، العميل يقول لي لا الحاجه دي مش كويسه ارجع اعيدها من الاول تاني، لا انا بوريها له خلال شهر او اسبوع، فباخد منه الفيدباك، فبقلل يعني ان انا اعيد الشغل تاني من اول وجديد. طيب هنا المثلث دوت مشهور جدا للناس اللي خدت بروجكت مانجمنت، اللي هو التريانجل دوت بتاع الريسورسز. سوري يا باشمهندس، بس انا كنت عايز اقول لحضرتك السيشن ده مسجل صح؟ عشان بس انا مسجله يا جماعه صحيح، بس انا نسيت اقول لكم، انا اسف يعني، انا مسجله لو حد عنده اعتراض او حاجه. لا مفيش اعتراض، احنا عايزين زمايلنا يستفادوا بس. لا ان شاء الله هيكون متسجل وموجود ان شاء الله. تمام ماشي. طيب ايه الفرق بقى ما بين الكونسيبت بتاع الاجايل والكونسيبت بتاع التراديشنال بروجكت؟ التراديشنال بروجكت، التراديشنال بروجكت عنده فيكسد الفيتشر او السكوب، يعني انا عايز ابني عماره، فالعماره دي احنا اتفقنا هتبقى 10 ادوار بالتشطيب الفلاني بالجميع التفاصيل المعينه، فالسكوب بتاعي او الريكويرمنتس او الفيتشرز هي حاجه ثابته فيكسد، ممكن نتيجة يعني lead time من السبلاير، متغيرات في السوق، البادجت بتاعتي تعلى شوية أو التايم بتاعي يزيد شوية نتيجة المتغيرات اللي بتحصل، بس في الآخر أنا عندي باخد الحاجة زي ما أنا طلبتها في الأول. دي الفكرة اللي بتقوم عليها الترديشنال أبروتش. يعني بس برضه هقول نقطة في الترديشنال أبروتش، يعني الترديشنال أبروتش يا جماعة اللي هم بيسموها بلان دريفن أبروتش. البلان دريفن معناها ان انا عندي خطه والخطه دي هي اللي بتسوقني او هي اللي بتوجهني، يعني كل حاجه محطوطه في الاول وانا بمشي عليها تمام، ولذلك بيبقى عندنا ورك بريك داون ستراكشر وحاجات البروجكت تشارتر والحاجات دي كلها. الاجايل بقى مختلف، الاجايل عنده ايه بقى؟ الاجايل بيقول لك لا انا هثبت السكادول بتاعي وهثبت البادجت او الكوست، بس هلعب في الفيتشر او هلعب في السكوب، بحيث ان لما التايم او البادجت يخلص في اي نقطه من المرحله من المراحل انا عندي منتج شغال، ودي اهم حاجه في الاجايل. انا مش بس باديله اتريشن او مخرج للمشروع وخلاص، المخرج للمشروع ده لازم هو يستفيد بيه، يبقى ليه فاليو للكاستمر، لازم يبقى ليه فاليو للكاستمر، دي نقطه مهمه جدا. وكل ما بعمل اتريشن بعيد المرحله تاني، المخرج بتاع الاتريشن ده بيكمل اللي قبله. هرسمها لكم هنا، معلش لحظة واحدة هرجع بس هنا عشان ايه النقطة دي بس نوضحها. ده معنى ايه يا جماعة؟ انا مثلا عملت اول اتريشن عندي وليكن ده ماشي، طلعت بيه مثلا شكل الموقع، الناس بقى بتوع الايه السوفت وير بقى هي اللي تعدل. بعد كده عملت اتريشن تاني هنا تمام، ربطت فيه مثلا الاكونت مثلا بان اليوزر يعمل اكسس على الايميل بتاعه او يقدر يسجل او يعمل ريجستريشن. المخرجات دي لازم تبقى مربوطه ببعضها، يعني لينكد، يعني انا طول ما انا ماشي بطلع مخرجات، المخرجات دي كلها بتكمل بعضها مش منفصل عن بعض تمام. فانا لو عامل بلان لحد هنا وليكن ده التايم، الخط ده كله يا جماعه معانا التايم تمام كده، انا لما الوقت يخلص عندي هنا انا عندي منتج شغال، ممكن يكون شغال ب 70% تمام، ممكن يكون شغال ب 100%، ممكن يكون شغال ب 90%، بس في الاخر العميل خد مني منتج شغال، حب ان انا اكمل له عليه مفيش مشكله، طبقا للعقد هنكمل معاه تاني ويدفع الاديشنال كوست لو فيه او كده ونكمل المشروع، بس في اي مرحله من المراحل انا بوقف فيها المشروع معايا شغال. ودي نقطه مهمه جدا في يعني مبادئ الاجايل، اللي هو الانكريمنت ده بيعبر عن وركينج برودكت. طيب نقطه تاني نخش عليها دلوقتي، في بس تعليق صغير هنا يا باشمهندس، اثناء التعاقد بيتم التعاقد بناء على التايم والبادجت، يعني بيتم تحديد البادجت بناء على التايم ولا ايه؟ طيب البادجت دي انا مش هقدر اجاوبك فيها قوي او هجاوبك عليها بشكل بسيط،
ان هو السكرام تيم برضه دي نقطه مهمه جدا. السكرام تيم يا جماعه بيشتغل السكرام فريم ورك بيشتغل في التيم. معلش انا بكتب على مهني التيم ليفل. اوكي التيم ليفل ده جواه. هنا بقى عندنا حاجه اسمها المانجمنت ليفل. المانجمنت ليفل تمام. فانا عشان ببدا المشروع انا المشروع بيجي لي من فوق بيدخل بيه هنا، معناه ان هو جه من فوق ان هو محسوب البادجت بتاعته والاستيميتد تايم والسكوب والحاجة. طبعا مع الشغل ده بيحصل مع البرودكت اونر اللي هو الشخص اللي هنعرفه بعدين تمام كده. بس هو السكرام بيشتغل في الجزء ده في التيم ليفل. دي نقطه مهمه جدا، التيم ليفل بيشتغل في السكرام. فانت عشان تحدد النقطه دي بيبقى عندك حاجات كتيره جدا. بيبقى عندك عايز تعرف متوسط سرعه الفريق بتاعك قد ايه، هياخد منهم قد ايه، محتاج تعرف السبرنت الواحد او الاتريشن الواحد اللي انا بعمله خلال شهر ده بيكلف الشركه كام كمرتبات موظفين، وك حاجه بنسميها اللي هو الايه الاوفر هيد كوست. الاوفر هيد كوست دي يعني المرتبات او التكاليف الغير ملموسه. يعني انا مثلا ايه مدير الماليه ده بياخد مرتبه من مين؟ يعني ايه المكسب اللي بيدخله للشركه؟ مدير الماليه ده مثلا مرتبه بيتوزع على الاقسام اللي بتدخل ربح. مثلا الاوضه اللي حضرتك بتقعد فيها تمام، الاوضه دي ليها تكلفه. فيعني في تكاليف كتيره جدا يعني كواحد يعني صعب ان انت شويه تبدا بيها، بس ممكن تاخد عنها خبره جدا اللي هو التكاليف الثابته والتكاليف المتغيره والاوفر هيد كوست والحاجات دي كلها، بحيث ان انت تقدر تحسب البادجت بتاعتك وعلى اساسها ان انت هتحط التعاقد مع العميل والوقت والحاجات دي كلها تمام كده. يا رب اكون جاوبت الى بشكل ما على سؤالك. لا تمام وصلت تمام باذن الله. طيب نخش على النقطه اللي بعدها. انا محتاج امسح بقى الكلام ده. لحظه واحده. طيب ايه بقى يا جماعه مميزات الاجايل؟ اول ميزه من مميزات الاجايل ان هو بيقدم الخدمه للعميل بشكل اسرع. يعني في التراديشنال بروجكت يا جماعه احنا ايه اللي بيحصل عندنا؟ انا ببدا المشروع هنا النقطة دي. لحظة واحدة. أنا ببدأ المشروع في النقطة دي وبوصل لحد الآخر بسلم العميل منتج، صح كده؟ مش ده كده أي حد بيشتغل في إدارة المشروعات أو الكلام ده كله؟ هو ده اللي بيحصل؟ في مايل ستونز في النص وحاجات، بس في الآخر المنتج النهائي بتاخده إمتى؟ بتاخده في آخر المشروع. في الاجايل لا، الاجايل انت ممكن في هنا عند 50% تمام يكون معاك منتج شغال. فبالتالي الشركه بتاعتي اللي انا شغال فيها تاخد فلوس من العميل بشكل دوري. ودي من النقط المهمه جدا وانا بقيس اداء الفريق اللي شغال معايا او الفريق اللي شغال اللي هو السكرام تيم، ان انا اشوف هو بيوصل القيمه امتى بشكل اسرع ولا لا، او بيوصلها للعميل بشكل اسرع ولا لا. دي من النقط المهمه. فهنا اللي هو التراديشنال ابروتش هنا بتوصل بتاخد البيزنس فاليو بتاعتك في اخر المشروع. معايا هنا كده يا جماعه؟ في الاجايل لا، في الاجايل انت هنا بتاخد قيمه وهنا بتاخد قيمه وهنا بتاخد قيمه وهنا بتاخد قيمه. فكل ما بتعمل ريليز او بتقدم حاجه للعميل بتقدر تاخد بيها بيزنس فاليو، فبالتالي ده بيزود معاك طبعا حاجات بقى ليها علاقه بالكاش فلو للشركه والحاجات دي كلها. الريسك يا جماعه، نقطة الريسك في التراديشنال ابروتش هنا، انا هنا زي ما قلنا انا بقدم المنتج للعميل هنا في الاخر، فبالتالي الريسك عندي طول ما انا ماشي في المشروع عالي 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 لحد ما اخلص له المشروع تمام، الريسك يقل معايا. في الاجايل لا، في الاجايل انا باخد الفيدباك بتاع العميل، فبالتالي انا طول ما انا شغال باجي هنا، انا معلش الرسمه بتهرب مني كل شويه، باجي هنا انا بسلم للعميل حاجه فبيديني عليها فيدباك فبظبطها فالريسك معايا بيقل. اجي هنا اديله اتريشن تاني او اديله انكريمنت تاني فهكذا. فطول ما انا ماشي في الاجايل الريسك بتاعي بيقل. طيب
الادابيليتي او الادابتابيليتي بتاعت في الاجايل، ان هو الاجايل كفريم ورك او تكنيكس بتبقى سهل جدا ان انت تغير فيها، لان هي لايت ويت. لايت ويت دي من ميزه من اهم مميزات الاجايل، ان هي لايت ويت. لايت ويت يعني سهله جدا، فبالتالي القدره على ان انت تغير وتبقى متقبل التغييرات بشكل اسرع من الطريقه الريجيد بتاعه اللي هي بنستخدمها هنا في التراديشنال ابروتش. الفيزابيليتي دي بتيجي نتيجه ايه؟ الفيزابيليتي اللي هي قدره حضرتك ان انت تبقى قاعد كده، قاعد هو احنا في انهي نقطه، هو الدنيا تايهه ليه في المشروع، او احنا فين، او احنا بنعمل ايه، او لا. في الاجايل انت كل شهر او كل اسبوعين على حسب طول السبرنت اللي هنتكلم عليه بعد كده، فبتقدم للعميل منتج، العميل بيديك عليه فيدباك بتحسنه، فبالتالي بيبقى عندك قدره او رؤيه بشكل افضل للمشروع اللي انت شغال فيه، تبقى عارف لا والله انا فين، ايه نقط الخلل اللي عندي، ايه الحاجات اللي محتاجه اظبطها وهكذا. بينما هنا اول ما بتبدا المشروع في التراديشنال ابروتش في النقطه دي تبقى عاليه جدا، عندك فيزابيلتي كويسه جدا، عندنا بقى ايه دوكيومنتيشن كتيره جدا، معرفه كل حاجه، عايزين نعمل تشينج ريكويست هنعمله ازاي، الورك بريك داون ستراكشر، ومين مسؤول عن مين، ومين هيعمل ايه، والحاجات دي كلها. تبدا المشروع، هوب تلاقي الدنيا ايه وقعت منك جامد جامد، تبدا ترميها تاني، تطلع معاك في الاخر، ها يعني في اخر المشروع وانت بتسلم تحس خلاص ان الدنيا نورت معاك تاني. حد عنده سؤال لحد هنا، او النقط دي واضحه؟ خليك انت معايا يا محمود عشان انت اللي بتجاوب عليا. لا تمام زي الفل كله تمام. لو حد يا جماعه عنده اي سؤال يا ريت يوقفني على طول. اهلا بالاستاذ محمد مروان. طيب خش على النقطه اللي بعدها. طيب تكاليف التغيير cost of change في الـ traditional approach أو الـ agile. في الـ traditional approach طول ما أنا شغال في المشروع بتاعي اللي هم الخمس مراحل اللي احنا قلناهم أو الأربع مراحل، تمام، كل ما بخلص مرحلة بخش على التانية بتصعب علي عملية إن أنا أغير، لأن عشان أغير في المرحلة دي على سبيل المثال محتاج أغير هنا، محتاج ارجع اعمل تعديلات هنا، ومحتاج ارجع اعمل تعديلات هنا. فبالتالي كل ما وقت المشروع طايم هنا بيمشي معايا اكتر في المشروع، الكوست بتاعت التغيير في التراديشنال ابروتش بتزيد معايا جدا، لحد ما اوصل تقريبا نهايه المشروع ممكن تكلفه، يعني تكلفه التغيير تكون زي تكلفه المشروع كله او اكتر منها كمان. بينما في الاجايل لان انا بجرب، تمام، بجرب وبعرض على العميل، باخد منه فيدباك، بحسن نفسي، بطور المنظومه اللي انا شغال فيها، فبالتالي تقريبا يقد يكون تقريبا الكوست اوف تشينج تقريبا في الاجايل ثابته او يعني زياده بسيطه جدا. فدي كده احنا خلصنا مميزات الايه الاجايل. هنا هو انا عندي بس سؤال في السلايد اللي فاتت، هو ليه تكلفه التغيير في الاجايل في الاول عامله بيك بعد كده بتبقى ثابته؟ ليه البيك ديت حاصله؟ هقول لك لحظه نرجع تاني. كويس سؤال. هو هنا انت اول ما بتبدا اول اتريشن، اول شغل، احنا طبعا الاجايل زي ما قلت هو انت في المشروعات العاديه حازم انت كل حاجه عندك معرفه. في المشروعات الاجايل تقريبا بتبدا ب 40 50 60% من المتطلبات، هي دي اللي معاك. فجيت وريت للعميل حاجه بس في الاول، فجي قال لك لا انا احنا لا احنا كده في الموضوع مش مفهوم صح، او لا انت كده نورتني في الحته دي، انا محتاج اعدل الحاجه دي او اعمل كذا. ففي الاول لان انت بتعمل اول سبرنت ده بيبقى الريسك فيه عالي شويه، لان ده اول حاجه انت هتعرضها للعميل، تمام، فاحتماليه ان انت تعيده، تمام، فتقريبا بتكلف نفس تكلفته تاني، يعني ممكن توصل ان انت ايه التكلفه بتاعته تبقى كانك بتعيده تاني. وصلت النقطه دي؟ بعد كده بيفضل تقريبا ثابت، تمام،
ولما بتزيد معايا الايتريشنز او السبرنت بحتاج اغير هنا شويه او هنا شويه بس اعمل. ممكن تحتاج يعني انت في المرحله دي عند سبرنت رقم 9 او ايتريشن رقم 9 واكتشفت ان انت محتاج تعدل حاجات، فبترجع مثلا لستة لخمسة لاربعة، فبالتالي شوية بتزيد معاك الكوست. بس هي في الأول نتيجة ان انت اول مرة هتقعد مع العميل بعد شهر، فدي اول مرة اول اتريشن في المشروع، فبتبقى الدنيا فيها الريسك فيها اعلى حاجة شوية. وصلت النقطة؟ تمام كده مظبوط. شكرا. طيب هنا بقى سؤال ليكو يعني، واتمنى اسمع اجابات يعني. ايه اكتر organization structure تنفع مع الاجايل؟ يعني لو حبيت ان انا اطبق في الشركه بتاعتي اجايل، اقدر استخدم انهي شكل من الاشكال اللي موجود على الشاشه؟ الناس سمعاني ولا؟ اعتقد اللايت ويت بروجكت مانجر. اللايت ويت بروجكت، اوكي. ماتريكس اورجانيزيشن. ماتريكس، اوكي ماشي. حد عنده كلام تاني؟ عايز مختار هنا حد. طيب واضح الناس مش حابه تتكلم. طيب هنا عندنا، لا لا هو انا بس بفكر بس يعني كمل. طيب اوكي. طيب ده الشكل اللي على اليمين ده اللي هو الفانكشنال اورجانيزيشن، ده الشكل التقليدي اللي احنا بنشوفه في كل الشركات. لحظه، في ناس تقريبا بتبعت في الشات. عبد المجيد معانا اهو. تمام. طيب ده الشكل التقليدي، ده الشكل التقليدي اللي احنا تقريبا بنشوفه في الشركات بتاعتنا، صح كده؟ اللي هو انا مثلا سيلز، فكل اللي تحتيه سيلز، انا مثلا مدير السيلز مثلا، او انا مثلا السبلاي تشين مانجر، فكل اللي تحتيه ليهم علاقه بالسبلاي تشين، او انا مثلا ديزاينر او اي او برودكشن مثلا مانجر او اي حاجه، فبالتالي كل الناس اللي تحتيه ومسؤولين مني تمام بيبقى بالشكل ده. طبعا الدايركشن اوف فلو او السلطه او الدايركشن بتاع السلطه كمان الاوثوريتي بيبقى جاي من فوق لتحت. الشكل الثاني هنا اللي هو البروجكت اورجانيزيشن، لا انا عندي الجنرال مانجر هنا وتحتيه هنا بروجكت مانجر 1 2 3، وكل بروجكت مانجر مستقل بمجموعه من الافراد بسكيلز مختلفه يقدروا يحققوا البروجكت ده. تمام كده. اللايت ويت لو بصينا هنلاقي بقى في فرق. اللايت ويت هنا عندنا المديرين هم الاثوريتي بتاعتهم على التيمز بتاعتهم اللي هم من نفس القسم، سواء سبلاي تشين ويب ديفلوبر اي حاجه اي قسم الاقسام، هو مسؤول عن نفس الناس اللي تحتيه. بس في بروجكت مانجر هنا مسؤول او الناس اللي جوه دي بتتبع له بشكل غير مباشر، بس السلطه الاساسيه على الناس اللي جوه المشروع ده. هنا المشروع اهو، ده كده المشروع يا جماعه. تمام. الناس اللي جوه المشروع دي بتتبع مديرها اللي فوق، يعني هو اللي ليه الايه الفاينل ديسيجن، هم يعملوا ايه وما يعملوش ايه. هنا بقى الجزء الايه المعقد جدا اللي هو الفانكشنال اورجانيز الهيفي ويت بروجكت مانجر، ان المدير المشروع هنا معاه سكيلز ناس مختلفه جدا، السكيلز دي بيتبعوا مدير المشروع بشكل مباشر وبيتبعوا المدير بتاعهم اللي في الاورجانيزيشن بشكل غير مباشر، بس السلطه الاساسيه عليهم او الاداره جايه من البروجكت مانجر. النقطة دي أنا حبيت أوضحها عشان لما نيجي نقول أجايل، أجايل بيحتاج تغيير في الأورجانيزيشن ستراكشر. ما ينفعش أبقى أنا شغال بالشكل ده، على سبيل المثال الشكل اللي هو هنا الشكل ده،
الفانكشنال اورجانيزيشن واجي اقول انا هشتغل اجايل، لا مش هتعرف، لان هيبقى المدير اللي فوق ده هيعطل كل حاجه وهتبدا تكون ناس من جديده. يا جماعه موضوع ان انت تطبق الاجايل في الشركات غير الكلام النظري، يعني الكلام النظري احنا بنفهم الاجايل وكل حاجه، بس لما نيجي نطبق في الشركات هنلاقي ريزيستنس من الموظفين عن نفسهم، هنلاقي ريزيستنس من المانجر عن نفسهم، انت ازاي بتاخد السلطه مني بتديها للتيمز ان هم اللي يقرروا وهم اللي يعملوا كل حاجه وهكذا. فبالتالي انسب شكل انا بشوفه ان انت تقدر تحقق فيه الاجايل كويس جدا هو البروجكت اورجانيزيشن، ان انت عندك هنا المدير المشروع ده بنسميه في المانجمنت ليفل، اوكي، وتحتيه بقى هنا نبدا نكون الاجايلز او السكرام تيمز بتاعتنا بقى. فبالتالي يبقى ما فيش حد ليه سلطه على التيمز دي غير البروجكت مانجر، والبروجكت مانجر ده سلطته على التيم غير مباشره، هو كل علاقته بالبرودكت اونر اللي هنتكلم عليه كمان شويه. تمام كده؟ فانا حبيت اوضح ان عشان نطبق الاجايل في اي شركه محتاجين نغير الاورجانيزيشن وانهي شكل ممكن يبقى يعني فيت اكتر او يناسب اكتر في الاجايل. والنقطه اللي احب اوضحها برضو عشان ابقى انا بقول لكم كل حاجه يعني من باب الامانه انا اتعلمتها، ان افضل شكل للشركات تحقق عليه قيمه اعلى واستقرار للشركه اكتر ان هي تبقى شغاله الاثنين. تمام؟ يعني عندها هنا ستيبل، الجزء ده يا جماعه ستيبل اورجانيزيشن ستراكشر اللي هو الشكل التقليدي ده، وهنا عندنا اجايل. تمام؟ الاجايل بيدي زي ما نقول بتتنفس زي الرئه كده، بيخلي الاورجانيزيشن مش ثابته، فالاورجانيزيشن كده لكنها ايه زي ما يسموها المواد اللي سميها ايه في الكيمياء، المواد اللي هي النشطه، فهو يعني بيتحرك عشان يخليك قادر ان انت تقبل التغيير، فبيتحرك ففليكسبل معاك، فهو مرن ومرنته دي بتيجي بشويه باثر سلبي على الشركه. فبالتالي الافضل ان الشركه يبقى عندها جزء من الاداره بتاعتها مستقله بتشتغل بالشكل التقليدي او الفانكشنال اورجانيزيشن، وجزء تاني يقدر يواكب التغيرات اللي بتحصل في السوق والتكنولوجيز والحاجات دي كلها، ويبقى قادر ان هو شغال بالاجايل. طيب انا طبعا ايه خدنا هنا ايه وقت كتير في النقطه. انا عندي سؤال بس صغير. اتفضل. النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها ان هو يعمل يعني يبقى في ستيبل ستراكشر للشركه وفي كمان اجايل ستراكشر ليه؟ تمام. يعني برضو انا مش قادر افهم الحقيقه يعني ايه متنفس. طيب هقول لحضرتك زي ما قلت لحضرتك تطبيق الاجايل في الشركات بيواجه صعوبه كبيره جدا. تمام؟ وبيبقى فيه مقاومه من الافراد ومن المدربين عن نفسهم. لما نيجي نتكلم على مميزات يعني الخصائص بتاعه الاجايل هتعرف حاجه زي اسمها الترانسبيرنسي او السيلف اورجانيزنج تيم، هتلاقي ان المدير مش عايز التيم يبقى سيلف اورجانيزنج، والتيم مش عايز يبقى هاي ترانسبيرنسي، يعني مش عايز يحقق الترانسبيرنسي المطلوبه منه ان هو يبقى بيطلع كل حاجه عنده خاصه بالمشروع وعمل ايه النهارده. ممكن يعني ممكن واحد ما بيشتغلش مثلا على سبيل في الشركه، ففي المنظومه التقليديه ممكن ما تقدرش تتابعه قوي، بس في الاجايل مع الستاند اب ميتنج او السكرام ديلي سكرام هتكشفه، هتقدر ان انت تحسه. تركيبه الناس على بعضها، ان حضرتك تجيب مثلا واحد من الماركتينج تحطه مع واحد من الديزاين، مع واحد من الديزاينر تحطه مع واحد من البرودكشن ديبارتمنت، انا بتكلم في الفيزيكال برودكت. السوفت وير دي ليها حاجه خاصه برضه عشان ليك انت، السوفت وير تحديدا كلها شغاله سكرام وشغاله اجايل، سواء بقى سكرام كامبان اكستريم بروجرامينج سكيلد اجايل فريم ورك، حاجات كتيره جدا، بس هما في الاخر شغالين سكرام اجايل. فالنقطه دي ممكن بالنسبه لك انت يعني ايه ما تحسهاش قوي، وانما في المشروعات التانيه
لما هتخش تحس ان الدنيا كلها عاجنه في بعضها كده، ناس ما لهمش علاقه ببعض وبيعملوا حاجات مع بعض، هتحس ان الشركه تايهه وان الشركه مش ستيبل، وان ممكن واحد يبقى شغال بنفس الطريقه التراديشنال هيشتغل اسرع من منه، والشركه خلاص في مدير عارف الناس اللي تحتيه بيعملوا ايه، لان هو مدير انتاج كل اللي تحتيه مهندسين انتاج، فبيقدر يسيطر عليهم وفاهم شغلهم والحاجات دي كلها. اظن يعني نقطه وصلت شويه ازاي الشركه بتبقى مش ستيبل في الحته دي. وصلت تمام، شكرا. تمام، تحبوا ناخد بريك 5 دقايق ولا نكمل؟ انا عادي لو عايزين تكملوا تمام، عايزين بريك اوكي بالنسبة لي تمام. شوف انت يا باشمهندس يعني عشان لو تعبت ولا حاجة من الشرح أو لا 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 لو انا بس ما كنتش متوقع ان انا هتكلم كتير كده، لان كنت متوقع يعني ايه هيبقى الناس تسأل اسئلة اكتر يعني، بس مفيش مشكلة نكمل وناخد البريك مثلا كمان ربع ساعة تلت ساعة، مفيش مشكلة. تمام ماشي. انا اهم حاجة بس لو يعني حد فصل مني، انا اهم حاجة ان هو يكون متابع معايا، فلو حس ان هو اي حاجة يقول على طول بريك 5 دقايق، يعمل كوباية شاي قهوة اي حاجة ونرجع نكمل، مفيش مشكلة. طيب نبدأ بقى في السكرام فريمورك. ازاي اتعمل السكرام فريمورك، وازاي طلع، وايه الحاجات اللي هو اتعمل، الطريقه اللي اتعمل عليها والحاجات دي كلها. انا انصحكم بالبيبر دي، انا هكتبها دلوقتي تمام هنا اهو. دي يا جماعة بيبر مكتوبة سنة 1986، دي أول بيبر ذكرت كلمة سكرام. سكرام يعني في شركات هنا بتستخدم سكرام بقالها يعني مش هقول يعني من التسعينات، من أوائل التسعينات وقبلها. البيبر دي ممتازة جدا وهي صغيرة، والاجايل قايم عليها تحديدا، يعني الناس اللي كتبوها ما سموهاش سكرام ولا حاجه، ولكن تقريبا الناس اللي عملوا سكرام خدوا منها حاجات كتيره جدا، حتى الاسم يعني طلع منها، يعني كلمه سكرام طلعت من البيبر دي تحديدا. طيب احنا عندنا هنا يا جماعه الشكل اللي تحت ده تمام. احنا لو عندنا عمليه هنا بدخل انبوت، مش عارف هو بيجري ليه، وبطلع اوتبوت هنا. الاوتبوت ده انا عارف هو هيطلع ايه، انا عامل له بيسموها ايه بريدكتيف، او اللي هو انا متوقع، انا عارف المدخلات بتاعتي هتخرج لي ايه تمام. فدي اللي هو الطريقه التقليديه، انا عندي خطه عاملها، الخطه دي لو حققتها بالشكل ده انا هقدر ابني البيت ده، او هقدر انفذ المشروع ده، او اعمل الكوبري ده، او اعمل السوفت وير ده حتى تمام. فهنا البريدكتيف دي اللي هو بيقول لك الورك اند اوتكمز ار اندرستود بيفور اكزكيوشن، يعني كل حاجه مفهومه ومعروفه. في الناحيه الثانيه انت بتعمل الايه التجربه بقى اللي هي الامبيريكال، ان حضرتك كل ما بتدخل انبوت معين هنا بيطلع لك يعني الانبوت ثابت بس الاوتبوت كل شويه يتغير. فهنا بيقول لك اهو الاوتبوت ار اوفتن unpredictable and unrepeatable، يعني لا يعني غير متوقع وما بيتكررش تاني. ودي ممكن كمحمود شغال بقى في او عبد المجيد شغالين في السوفت وير يقدروا يقولوا لنا الحاجات دي، ان في برامج تيجي تشغلها تشتغل معاك كويس، تنام تصحى الصبح تلاقيها ما اشتغلتش تاني، بيبقى فيها باج معين او حاجه زي كده فبتحتاج تبدا تدور عليه وهكذا. فالسكرام قام في الحقيقه على الطريقه دي اللي هي طريقه التجارب، يعني الناس دي اللي هم عملوا السكرام قعدوا يجربوا مع بعض، قالوا والله مثلا احنا هنخلي الفريق ثلاث اشخاص. لقوا لا ان الثلاث اشخاص دي قليله شويه. لقوا المخرجات، بيقيسوا بقى المخرجات على المدخلات بتاعتهم عشان يجربوا. قالوا لا طب زود الفريق شويه، طب قلل الفريق، طب جرب دي، طب جرب دي. ففي الاخر الاسكرام ده هو جاي نتيجه التجارب البشريه، ما هوش مبني على حقيقه. في بعض الحقائق فيه، مثلا لما يجي يقول لك سيلف اورجانيزنج تيم هنلاقي طبعا ان العلم اثبت ان الناس اللي بتشتغل بالهاي اوتونومي
ويبقى عندهم ان هم يعني يقرروا انهي اتجاه ويقرروا الحاجه اللي اشتغلوا فيها الاول ويعملوا الحاجه اللي بيحبوها وهكذا، دي بتحسن من ادائهم وكفاءه الحاجه اللي بيخرجوها وهكذا. بس في الاخر هو قايم على empirical process، يعني تجارب عمليه. التجارب العمليه دي طلعت اوتبوت معينه، هو دي خدوها وقال لك هي دي اكتر حاجه شكل معين يقدر يناسب ال ايه الفريم ورك اللي احنا هنشتغل عليه. طيب النقطه اللي بعد كده، السكرام هنا عنده حاجه اسمها values وبيلرز اللي هي الاعمده. الفاليوز بتاعته، او خلينا نبدا بالبيلرز الاول، هي الترانسبيرنسي يعني الشفافيه الكامله. انسبكشن ان انا على طول بعمل فحص وتدقيق على المخرجات بتاعتي وعلى العمليه عن نفسها او على السكرام عن نفسه. والادابتيشن ان انا اقدر القدره على التغيير، او ان انا اقدر اتكيف مع متطلبات السوق او الفريق بتاعي، او ان انا عموما يبقى عندي قدره حتى وان انا ما كنتش هغير. يعني مش شرط يا جماعه ان انا بقول اجايل ان انا طول ما انا ماشي اقعد العب بقى في المنتج او في المشروع وازود دي واقلل دي، لا. انت بس مجرد ان انت تكون عندك المقدره ان انت تقدر تقول لا ان انا قادر ان انا اغير، تمام. فدي ثلاث اعمده من الاعمده القايم، او الثلاث اعمده القايم عليها الاسكرام. الفاليوز بتاعت الاسكرام، اول حاجه الكورج، ان احنا نشجع الناس. ما ينفعش مثلا ان حازم او محمود او حسن او اي حد بيقول فكره فاخليه دايما خايف. عارفين انتوا احساس ايه ان الواحد يكون قاعد في اجتماع ويخاف يتكلم او يخاف يقول لحاجه لمديره او لحد من الفريق بتاعه يحبطه بقى يسفه منه او الحاجات دي كلها. فدي برضه بتسمع في نقطه الريسبكت. بس في الاخر انا لازم احقق اتموسفير او انفايرمنت ان الناس تقدر تتكلم بشجاعه بشكل اكتر، تمام. فوكس ان احنا نبقى مركزين على الجول والاوبجكتيفز بتاعتنا طول ما احنا شغالين. الالتزام او الكوميتمنت اللي هي ان انا يبقى عندي تعهد ان انا لما اقول الحاجه دي احنا هنعملها كتيم او كشخص، ان انا اوفي بالالتزام ده. ما ينفعش ان احنا قاعدين في السبرنت بلاننج اللي احنا هنعرفه كمان شويه واقول انا هقدر انفذ خلال الشهر ده ال 20 حاجه دول، واجي بعد الشهر لا انا ما عملتش حاجه. فلازم يبقى عندنا التزام. طالما ان انا يعني قلت ان انا عايز اعمل حاجه يعني التزمت بالنقطه دي، اسف، فنقدر نعملها. بعد كده الانفتاح، ان انا يبقى عندي بقى قدره ان انا يعني برحب باي حاجه، يعني ما تصدش بقى حد في الاول، لا اي فكره ناخدها ونجربها ونشوفها بتتكلم في ايه ونحاول نشوفها تنفع ولا ما تنفعش معانا، النقطه دي جديده طب نبص عليها ندور عليها وهكذا. كل الحاجات دي هتطور من اطار الشغل اللي احنا هنشرحه دلوقتي. طيب قبل بقى ما نخش على اطار الشغل، ودي نقطه بسيطه جدا، الاسكرام يا جماعه هو فريم ورك، هو مش ميثودولوجي ولا ميثود ولا تكنيك، لا هو فريم ورك. فريم ورك يعني اطار عمل يستخدم ان نحل بيه او نقدر ان احنا ندير بيه المشروعات المعقده والمشروعات اللي محتاجه كرياتيفيتي او انوفيتيف نس عاليه جدا. يعني لان هو حاجه خفيفه، السكرام هو لايت ويت، يعني حاجه خفيفه جدا، سمبل تو اندرستاند، كلنا ان شاء الله هنفهمه دلوقتي في ربع ساعه ولا حاجه. مشكلته بقى ايه؟ ديفيكلت تو ماستر. فهي دي بقى النقطه بتاعته، ان انت عشان تفهمه سهل جدا وهو خفيف خالص، حاجه بسيطه جدا، بس عشان نقدر نطبقه بشكل كويس جدا محتاج بقى نجرب فيه كتير جدا. زي ما احنا ايه قلنا الامبيريكال ايه بروسيس، ان انا اجرب عليه كتير. بدات بالفريق هنتكلم عليها دلوقتي عشان بس ايه برضو احنا بنعدي نقول ده شكل السكرام فريم ورك. ببدا بايه هنا؟ اول نقطه عندي هنا البرودكت باك لوج، الاسامي ما تتخضوش منها، تمام. هي هنحاول نقربها لاسامي ثانيه بس لازم نبقى متاقلمين على الاسامي دي. البرودكت باك لوج اللي هو الريكويرمنت، ماشي كده، الريكويرمنتس بتاعه العميل بتاعتي
بجمعها هنا تمام. بعد ما بجمعها اللي مسؤول عن موضوع البرودكت باك لوج واحد اسمه البرودكت اونر. البرودكت اونر هنعرفه كمان شويه. فالبرودكت اونر بيقعد مع الستيك هولدرز او الكاستمر او كل الناس المعنيين بالجزء ده من المشروع وبيجمع كل المتطلبات بتاعتهم ويرتبها بشكل يعمل يخلي زي ما قلنا البيزنس فاليو او الفلوس اللي داخله للشركه بتاعتي تبقى بشكل افضل. يعني ما اجيش احط مثلا متطلبات ولتكن مثلا الجزء ده تمام الجزء ده العميل يعني هيدفع عليه 10% ماشي، والجزء ده اصلا عشان يتعمل محتاج يتعمل قبليه جزء تاني وليكن الجزء اللي تحت ده تمام. فبالتالي لا انا عايز اعمل الجزء اللي الاول اوديه للكاستمر يشوف حاجه شغاله بعينه تمام، وفي نفس الوقت اقدر اخد عليه فلوس من الكاستمر. يعني ايه اكستمايز الفاليو بتاعه المشروع بتاعي او المنتج بتاعي. بعد ما بحط الريكويرمنتس كلها في البرودكت باك لوج ده بنخش على حاجه اسمها السبرنت بلاننج. السبرنت بلاننج دي ايه اللي بيحصل فيه؟ بيجي الديفلوبمنت تيم تمام، الديفلوبمنت تيم بيقعد مع البرودكت اونر تمام هنا ويبداوا يختاروا جزء من البرودكت باك لوج تمام هيشتغلوا عليه خلال الفتره بتاعه السبرنت الجاي. بعد ما بيختاروا المنتجات دي والسبرنت بلاننج هنتكلم عليه بالتفصيل، هنخش على السبرنت باك لوج. السبرنت باك لوج اللي هو ايه بمنتهى البساطه، انا خدت الريكويرمنتس دي من هنا تمام يا جماعه، خدت الجزء ده هرسمه اهو هنا، دخلته هنا على السبرنت بلاننج فصصته تمام، قسمته بقى تاسكات حسن محمود حازم محمد علاء مين هيعمل ايه وهياخد مننا وقت قد ايه والوقت المتوقع ان احنا نخلص فيه قد ايه. طيب في حاجه اسمها الديفينيشن اوف دان، يعني الديفينيشن اوف دان دي يعني ازاي نعرف ان احنا خلصنا الحاجه دي. احنا بنقعد هنا في السبرنت بلاننج بنحط الديفينيشن بتاع السبرنت اوف دان. يبقى كل حاجه انا بعملها هنا في السبرنت بلاننج بعمل لها تعريف في الديفينيشن اوف دان عشان اقول ان انا خلصت الجزء ده، يبقى الجزء ده لازم يحقق كل الحاجات في التشيك ليست بتاعت الايه الديفينيشن اوف دان. على سبيل المثال ان يعدي على التيست الفلاني، يعدي على مثلا الكواليتي مانجمنت يديني عليه الكواليتي تيم يديني عليه الاوكي، يعدي مثلا على مثلا مدير المشروعات بتاع الشركه يشوفه، يعني حبه بقى تيست وحبه حاجات بيحطها التيم مع البرودكت اونر مع السكرام ماستر. الحاجات دي عشان اقول ان الجزء ده خلص لازم تحقق التشيك ليست ديت بتاعه الديفينيشن اوف دان. بعدها بيبدا بقى هنا عندي السبرنت اللي هي الدايره دي اللي احنا شايفينها في النص. الدايره دي هي السبرنت. السبرنت ده مدته قد ايه طبقا للسكرام فريم ورك؟ مدته ماكسيمم شهر. معظم الشركات هنا السوفت وير بتستخدم ايه؟ بتستخدم اسبوعين. ماشي كده يا جماعه؟ انا هخلص الرسمه كلها وبعد كده هخش اسئله، اللي عنده اسئله يسال بالتفصيل. انا عارف الموضوع دلوقتي ايه بدا يتوه شويه. فقلنا السبرنت هنا بيشتغل فيه الديفلوبمنت تيم عشان يحقق السبرنت باك لوج كده في الاخر، وكل يوم الديفلوبمنت تيم بيقعدوا مع بعض ربع ساعه في حاجه بيسموها الديلي سكرام، ده في السكرام، وفي الاجايل بيسموها ايه ستاند اب ميتنج. ستاند اب ميتنج جاي ان هم بيبقوا واقفين قدام حاجه اسمها السكرام بورد وبيقفوا حوالي 15 دقيقه، كل واحد فيهم بيجاوب هو عمل ايه امبارح وهيعمل ايه النهارده وايه الحاجات المشاكل اللي قابلته او بتعيقه عن تنفيذ مهامه او الاهداف اللي مطلوبه منه تحقيقها خلال فتره الاسبوع. فدي بتحقق معانا جزء عالي جدا من الشفافيه، ان احنا في شخص بنسميه هنا السكرام ماستر. السكرام ماستر دوت كل وظيفته ان هو يساعد التيم ده ان هو يحقق الشغل بتاعه، يعني ده من ضمن مهامه يعني. فعندهم مشكله على طول يروح للسكرام ماستر يبدا يحلها، يشوف هيرجع للبي او
هيطلع للمانجمنت فوق، هيشوف ممكن مشكلة التيم محتاج مساعدة أي حاجة وهكذا. طيب، في سؤال من حامد كمان، كامل بيقول لي هو في السكرام مفيش حاجة اسمها سبرنت زيرو. طيب، سؤال حلو. يعني بص حضرتك، في سبرنت زيرو لو هنتكلم على السكرام الاينز. بصوا يا جماعة، السكرام عملوا شخصين، تمام كده؟ الشخصين دول مؤخرا انقسموا، تمام، خلافات طبعا بقى حوالين بقى السوق والشهادات والحاجات دي كلها، زي ما ناس كتير يعني ايه وضع السوق يعني. ففي واحد منهم عمل حاجه اسمها scrum.com، ماشي، وواحد تاني عمل scrum alliance. انا اللي بشرحه هنا scrum.org. في scrum alliance هو يا جماعه نفس السكرام جايد، هو عشان ما حدش يتلخبط. السكرام فريم ورك هو للاثنين حاجه واحده، بس في تغييرات بسيطه جدا. على سبيل المثال زي ما الاستاذ حامد بيقول ان سبرنت زيرو، في السكرام الاينس دوت الراجل قال لك لا، احنا نعمل حاجه اسمها سبرنت زيرو. ايه السبرنت زيرو بقى دي؟ نقعد نجهز بقى الشغل بتاعنا وهنعمل ايه ومش وهكذا. ما اعرفش عنه تفاصيل كتيره، ولكن في الكورس اللي انا خدته مع سكرام دوت اورج ده، حتى كان سؤال في الامتحان بالنسبه للاستاذ عبد الحميد اللي عايز يمتحن. هو جالي سؤال كده، في سكرام في حاجه اسمها سبرنت زيرو؟ الاجابه لا قطعا يعني، تمام، ولكن الفكره واحده سبرنت زيرو بس. هو الفكره كلها ان انت بتجهز فيها الشغل، بتعمل زي ما قلنا اب فرونت بلاننج، يعني جزء بلان مبدئي كده 20 30% عشان تبدا تمشي بيهم الشغل بعد كده. يا رب اكون جاوبتك كده على الايه النقطه ديت يعني، تمام كده. طيب تمام، اكمل. طيب، بعد ما نخلص الديلي سكرام ده، بتعمل كل يوم، بتعمل في نفس المكان في نفس الوقت قدام السكرام بورد، مدته 15 دقيقه، المفروض ما يزيدش عنها. بعد كده في الاخر خالص، بعد ما التيم بيحقق معايا هنا انكريمنت، تمام، خلاص كده بقى عندي مخرج للمشروع، بجيب بقى البرودكت اونر، بجيب السكرام ماستر، بجيب الديفلوبمنت تيم، بجيب الستيك هولدر بتوعي كلهم، واعمل لهم برزنتيشن عن الشغل اللي انا عملته. انا عملت ايه خلال الفتره دي، وادي الحاجه، ويبصوا عليها ويدوني ريفيو ويدوني كومنتس، في حاجات محتاجه تتغير وهكذا. فبالتالي بتلاقي سهم طالع من هنا، اسف، من تحت هنا، المفروض انا عشان الرسمه ما جبتوش، انا اسف. بيسمع فين؟ بيسمع في البرودكت باك لوج هنا تاني. يعني هنا ممكن الكاستمر من حقه ان هو يضيف حاجه، ممكن يرفض حاجه، تمام كده، ممكن يقبل الحاجه، يعني ممكن يعمل اضافه او قبول او وات ايفر، ايه الحاجه اللي هو ممكن يقول عليها نتيجه للمخرجات اللي انت مطلعها له هنا، تمام. وبالتالي بيبقى عندي انكريمنت. الانكريمنت هنا يا جماعه شايفين الصندوق مفتوح، يعني كل سبرنت بعمله برجع ارمي جواه، يعني المنتج بتاعي زي ما قلنا، انا الهدف بتاعي ان انا لو عملت سبرنت واثنين وثلاثه، تمام، ان ثلاثه ليه علاقه باثنين وليه علاقه بواحد، يعني كلهم بيركبوا فوق بعض. انا بعمل بازل ان المنتج بتاعي شغال، يوم ما احب اوقف المشروع بتاعي شغال بشكل كويس. بعديه على طول، بعد ما بعمل السبرنت ريفيو، بيجي عندي هنا فوق الايه، هنا في النقطه دي، السبرنت ريتروسبكتيف. ايه بقى السبرنت ريتروسبكتيف ده؟ ان التيم بيقعد مع بعضه، البرودكت اونر وسكرام ماستر والديفلوبمنت تيم، الثلاثه مع بعض دول بيقعدوا هنا مع بعض عشان يحسنوا العمليه دي كلها. مش بنتكلم في تحسين المنتج، ولكن ازاي نحسن عمليه التواصل ما بيننا، السبرنت كان طويل، السبرنت محتاج نقلله ولا لا، الحاجات دي كلها. في اسئله كتيره جدا في السبرنت والحاجات دي كلها، هنخش عليها ايه دلوقتي. انا هنا هخش على الرسمه دي، ودي رسمه معقده شويه لنفس الفريم ورك، بس بتشرح معانا الموضوع بتفاصيل بقى اكتر. انا هوقف هنا،
اللي عنده سؤال يسألني عشان الجزء ده برضو ايه هو نفس اللي فات بس فيه تفاصيل اكتر شوية. فلو حد عنده سؤال يتفضل. طيب في سؤال كويس بيقول هو السكرام ماستر بيحل مشاكل تكنيكال ولا مشاكل ليها علاقه بالمانجمنت وازاي نتاكد ان كل ريليز كل ما بعمل ريليز او بديليفر حاجه للعميل ان الحاجه دي في انتجريشن حصل ما بينها وبين الحاجه اللي قبلها. طيب انا هجاوبك من السكرام جايد وهجاوبك من الواقع العمل. السكرام ماستر بيحل مشاكل تكنيكال هو بيحل مشاكل تكنيكال في كل ما الشركه حجم الشركه يصغر معايا انا محتاج سكرام ماستر يكون شغال تكنيكال عنده تكنيكال باك جراوند عن الشغل ان الناس بتعمله. لو انا شغال في شركه كبيره جدا كل ما الشركه بتكبر بقدر اجيب سكرام ماستر عنده خبرات بقى متعدده. السكرام ماستر ده يا جماعه ما هوش خبره واحده, ما هوش مانجر ابدا, ولا سكرام ماستر هو ليدر. تمام, محتاج يبقى عارف يتعامل مع يفهم كل شخص ويفهم الكالتشر اللي جاي منها كل شخص وطريقه تفكيره وثقافته. محتاج يفهم السيكولوجي بتاعته. ما انت دلوقتي عايز تحل مشاكل اتنين بيتخانقوا مع بعض في التيم, في واحد في التيم مش مقبول, في واحد لما تدوغ عليه شويه بيزعل فبيحل بيعمل حاجات مش كويس, يعني اداؤه بيقل اداؤه بيزيد. فمحتاج يعني السكرام ماستر من اكتر الوظائف المعقده اللي في الاجايل عموما, يعني او المرادف ليها بيسموها الاجايل كوتش لو هنتكلم بصيغه عامه. يعني البرودكت اونر شغلانته يعني ممكن تبقى اسهل بكتير من السكرام ماستر او من الشغلات الصعبه جدا. فهو محتاج تكنيكال في الشركات الصغيره, محتاج مانجمنت في الحالتين, هو محتاج المانجمنت سكيلز, بس في الشركات الصغيره محتاج تكنيكال اكتر شويه. ازاي نقدر نعمل انتجريت ونربط الحاجات ببعضها. كل ما باجي اعمل سبرنت بلاننج اللي هو بيحصل هنا لحظه النقطه دي, تمام, ده البلاننج اهو بتاعي في الديفينيشن اوف دون وفي الاوبجكتيفز وفي الجولز بتاعتي وفي التاسك اللي انا بختارها, اربط الحاجه اللي انا بعملها دلوقتي بالحاجه اللي عملتها قبل كده. قد يكون يا جماعه يعني مش شرط 100, يعني مش لازم 100% ان انا كل سبرنت ان انا اطلع مخرج, يعني برضو الكلام ده عمليا مش قوي ومخرج, بس الاصل ان انت بتربط الحاجات دي بعضها. ممكن تيجي تعمل انتجريشن بعدين. خد بالك برضو ان السكرام ما بيشتغلش تيم واحد, يعني لو عندنا مشروع كبير ممكن يبقى عندنا 5 و6 و7 و8 و10 تيمز شغالين في نفس المشروع. اسف. بالتالي انت محتاج تعمل انتجريشنز ما بين التيم عن نفسها, ولازم ده. ولو عندنا تيمز كذا تيم شغال فالديفينيشن اوف دان بتاع الحاجه اللي انا شغال عليها بيبقى ده معرف على كل السكرام تيمز اللي شغاله معايا في نفس المشروع. تمام, فلما باجي اقول ان الحاجه دي خلصت معناها ان هي قابله يحصل لها انتجريشن, والانتجريشن دوت بيقدر نعمله جوه السبرنت عن نفسه, يعني بيبقى تاسك من ضمن التاسكات اللي مطلوب. اتمنى اكون جاوبتك ولو بشكل جزئي على السؤال. حد عنده سؤال تاني؟ تمام كده كله واضح. لو حد عنده يا جماعه احنا لازم نبقى متفقين على الايه الفاليوز بتاعت الاجايل والبيلرز, ان احنا يعني ايه الشجاعه والترانسبيرنسي عاليه, فعنده اي حاجه يقول عليها. انا يعني انا والله بتعلم منكم وبراجع المعلومات معاكم, فلو حد عنده اي حاجه يعني والله يقولها, لو حاجه محتاجه تتعاد برضه مفيش مشكله. طيب
الشكل اللي تحت ده احنا شفناه قبل كده ماشي، وحد بقى ايه يرد عليها هنا كده عشان نعدي الحاجات الصعبة ونحاول ايه نفهم الشكل ده هنا شفناه قبل كده ولا لا؟ الشكل اللي انا بعلم عليه ده حد يقول لي اه او لا بس مش اكتر يعني. طيب الشكل ده احنا شفناه في الاول لما اتكلمنا عن الاجايل وال لا هو دوت الفرق ما بين الاجايل او السكرام والتراديشنال ابروتش تمام. فهنا احنا الجزء ده شرحناه في الاول، ما اعرفش حضرتك كنت موجود معانا ولا لا في الجزء اللي في الاول. اه طب اكتب لنا الاختصار ده قصدك بيه ايه معلش. ممكن تقول لنا الاختصار ده قصدك بيه ايه بس عشان سوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل حاجه في السوفت وير كده. اه سوفت وير ديفلوب ماشي اوكي. بس انا بتكلم هنا انا كنت شرحت في الاول ان هنا ال ان تمام اوكي شكرا. هنا ده التراديشنال ابروتش بتاعتي تمام او اللايف سايكل تمام مظبوط بتاعه المشروع او البرودكت ده التراديشنال ابروتش ان انا بحقق مرحله مرحله شرحناها في الاول وفي الاخر بيطلع عندي منتج. هنا لا انا باخد جزء بشتغل عليه اطلع مخرج بكمل عليه وهنا بكمل عليه وهكذا لحد ما اطلع الجزء في الاخر اللي هو فكره الايتريشن اللي احنا بعملها كل فتره، اطلع مخرج اخد عليه فيدباك ارجع اشتغل واكمل وهكذا. الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ببساطه هو ده السكرام فريم ورك، بس دي كانت الرسمه اللي انا خدتها في الكورس بتاعي فحبيت اوريها لكم كده لان هي مجمعه كل حاجه هتحتاج تعرفها عن السكرام فريم ورك بس، فانا حبيت اوضحها لكم من هنا. السكرام تيم عندنا السكرام تيم بيتكون من ثلاث اشخاص، دوت البرودكت اونر الشخص اللي عليه التاج دوت البرودكت اونر تمام، وده كل وظيفته ان هو بيتعامل مع الستيك هولدر والمانجمنت ليفل. الديفلوبمنت تيم من 3 و 9 زي ما احنا شايفين هنا الوانهم مختلفه بتعبر عن الوظائف بتاعتهم، كل واحد وظيفته مختلفه عن الشخص الثاني. بعد كده عندنا السكرام ماستر، والسكرام ماستر دوت هو اللي بيخدم على الديفلوبمنت تيم يحل مشاكلهم تعلمهم الفريم ورك دوت كله شغال ازاي، لو عندهم مشاكل يتواصل ازاي مع ازاي يحلها لهم، يقدم لهم تريننج او حد عنده مشكله يحاول يساعده فيها وهكذا. بعد كده عندنا هنا الايفنتس بتاعت السكرام السكرام فريم ورك. اول ايفنت عندي هنا السبرنت عن نفسه، السبرنت عن نفسه هو دوت ايفنت يعني حاجه بتقعد من شهر تقريبا ماكسيمم ممكن تقعد هي من 1 لـ4 أسابيع اللي هي الدايره ديت. هي كل حاجه الانديكيشن بتاعها يا جماعه موجود هنا عشان برضه الناس تركز معايا. الصوره دي هتلاقيها هي هنا محطوطه على جنب، والسيمبل ده برضه هو هو هتلاقيه برضه محطوط على جنب هنا تمام. فاول حاجه عندي في الايفنتس بتاعت السكرام هو السبرنت عن نفسه، بعديه على طول السبرنت بلاننج اللي هو دوت هنا سبرنت بلاننج، بعد كده عندي دايلي سكرام هنا اللي هو مدته 15 دقيقة، والسبرنت بلاننج مدته 8 ساعات لو السبرنت بتاعي مدته شهر تمام، وبيقل لو السبرنت بتاعي بقى أسبوعين أو أسبوع هيقل معايا في الوقت. بعد كده ريفيو عندي اللي هو العلامة ديت، وبعد كده الريتروسبكتيف اللي هو التيم بيقعد مع بعض وبيحل المشاكل يحسن الأداء بتاعه ازاي وهكذا. بعد كده بقى عندي 3 حاجات اسمها artifacts او اللي هي الحاجات الحية او اللي بيحصل لها evolve طول ما انا شغال في المشروع، يعني الحاجات دي عماله تكبر معايا مع الوقت. اول حاجة فيهم هو البرودكت باكلوج اللي احنا قلنا عليه اللي هو بيتحط فيه كل الايه المتطلبات بتاعت المشروع requirements كلها، فده كل ما بمشي في المشروع مرحلة اطول
بقدر احسن في المتطلبات ديت، سواء اضيف اليها او اشيل منها او اعرف حاجه كانت معرفه بشكل مش كويس. النقطه الثانيه السبرنت باكلوج، اللي هو المتطلبات اللي التيم اختارها عشان يعملها خلال فتره زمنيه محدده. فدي برضو بيقدر التيم اول ما يبدا في السبرنت بتاعه يقدر يشوف ان في حاجه هو اختارها بس الحاجه دي بتخدم عليها نقطه تاني هم ما اختاروهاش، بس بتحقق نفس الهدف بتاع السبرنت. طب انا ممكن ارجع اجيب البرودكت اونر واقول له انا عايز اخدها الحاجه دي عشان هتساعدني في كذا، ويحط الريكويرمنتس دوت جوه السبرنت بتاعه، فبالتالي السبرنت بتاعي برضو من الحاجات اللي بتتغير او بيحصل لها ايه تعاظم او اختلاف خلال مده المشروع. اخر حاجه معايا هو الانكريمنت او المشروع. المشروع عشان بس اوضح الانكريمنت ده بيبقى عامل ازاي. الانكريمنت ده يا جماعه لو افترضنا ان انا عندي هعمل خمسة سبرنت، يعني انا هاجي هنا هبدا سبرنت واحد واقف هنا، سبرنت اثنين واقف هنا، او خليهم دوائر عشان يبقى الشكل ايه منطقي شويه. تمام، ادي ثلاثة أربعة خمسة. المفروض في خمسة ده أبقى أنا عندي المنتج بتاعي بالشكل ده. تمام كده؟ ده شكل المنتج بتاعي النهائي بتاعي. هنا بعد ما خلصت أول سبرنت أنا عملت الشكل ده. معلش هنصح ده. جيت هنا انا المخرجات بتاعتي كانت بالشكل ده. جيت السبرنت اللي بعده تمام، خدت نفس الشكل اللي فات ده اهو تقريبا ودخلت عليه الشكل ده. جيت الثالث تمام، خدت عليه الشكل ده تمام وحطيت عليه الشكل ده مثلا وضفت عليه جزء هنا، وهكذا لحد ما اوصل للمنتج النهائي بتاعي. فالانكريمنت ده هو حاجه واحده بس كل شوية عمال يتغير شكله معايا، كل ما بمشي في المشروع عمال شكله يتغير معايا. وصلت كده يا جماعة النقطة بتاعت الانكريمنت ده؟ يعني هو مش حاجات صغيرة ومتقطعة وبنربطها مع بعض بعدين، لا هو حاجة واحدة والحاجة دي عمالة تزيد مع الوقت. تمام كده؟ طيب ممكن بقى الناس تبص على الرسمة دي وتقول لي تسألني فيها، لو حد عنده سؤال أجاوبه. سكرام هو فريم ورك مش ميثودولوجي. سكرام هو إطار عمل زي ما احنا بنشوف هنا. يعني إيه إطار عمل؟ يعني محمد هيعمل كذا وحسن هيعمل كذا أو حصل كذا هنعمل كذا، فهو إطار عمل بيتحكم في طريقة الشغل يمشي ازاي، او بيدير عملية الترتيب الشغل ما بيننا عامل ازاي، انما ما هوش ميثودولوجي. ايه هي الفيلوسيتي؟ سؤال كويس جدا. طيب هنبص هنا يا جماعة، ماشي الشكل دوت اللي هي المتطلبات بتاعتي. لو افترضنا ان المتطلبات دي هقدر اكتبها كده ان هي واحد اثنين مثلا ثلاثة وهكذا. تمام كده؟ يعني المتطلبات اللي انا شايفينها دي مرتبها، التيم بيختار منهم اثنين ثلاثة اربعة كل فترة كل سبرنت تمام عشان يشتغل عليهم. فبالتالي انا باجي بعد السبرنت الاولاني اقدر اشوف التيم بتاعي حقق كام من التارجت بتاعه. تمام كده؟ يعني هو كان قايل مثلا والله انا هخلص 20 ماشي 20 تاسك او 20 يوزر ستوري، عمل 18. تمام كده؟ فيبقى اقدر احسب حاجتين، اقدر احسب نسبه اللي حققه قصاد نسبه التزامه تمام، عشان اعرف الناس ديت بيسموها ايه؟ بيبالغ في توقعاته يعني اوفر استيميتد ولا اندر استيميتد. تمام كده؟ انا كسكرام ماستر افهم التيمز بتاعتي بقى. كل شويه هو بيقول لي انا هخلص 20 بيخلص 18، خلص 15 بيخلص 13، خلص 10 بيخلص 8، فبعارف ان التيم بتاعي دايما
انا كواحد بقى بليد الموضوع ابقى فاهم ان التيم بتاعي دايما هو اندر استيميتد، اندر سوري اوفر استيميتد، يعني هو بايه يعني بيستيميت ان هو يخلص حاجه بس هو بيخلص اقل منها، وفي نفس الوقت اقدر احسب السرعه الحقيقيه بتاعته هو خلص قد ايه. وبالتالي لو انا افترضت ان الـ هنا واحده افترضت ان انا هنا مثلا عندي 150 ماشي تاسك محتاج اعمله، ماشي يا جماعه الريكويرمنتس بتاعتي او البرودكت باك لوج في 150 تاسك في السبرنت الاولاني، ماشي التيم هنا خلص 20 ماشي، السبرنت اللي بعده ده هو خلص 18 تمام، اللي بعده هو يعني ايه هحاول على قد ما اقدر، انا المفروض هنتكلم عنها تاني. فلو جيت رسمت خط ما بينهم تمام مع الزمن يقدر يقول لي انا تقريبا هخلص المشروع بتاعي امتى ماشي. الجزء ده هشرحه برضه بالتفصيل قدام عشان ايه اكيد هيبقى فيه سؤال، بس لو يعني ايه حد جاوبتك كده عن الفلوستي او واضحه او فيها سؤال تاني طيب حد عنده سؤال تاني؟ محمود انت نمت يا محمود ولا معانا؟ لا لا معاك يا باشمهندس معاك. طيب تمام ايه في سؤال في اي حاجه؟ لا انا الامور واضحه بالنسبه لي كده، في شويه حاجات بس هبحث عنها كده واخدها نص صغير لو ما فهمتهاش اثناء ما انت بتشرح ممكن اسالك فيها في الاخر ان شاء الله. اه لو في سؤال يعني حتى وقفني ساعتها واحاول اجاوبها، يعني لو انا ما اعرفش اقول لك ما اعرفش وممكن اجاوبها. تمام ماشي يا باشمهندس. طيب نكمل. طيب احنا ملخص بقى الصور اللي فاتت دي كلها، ان انا عندي سكرام تيم، السكرام تيم ده بيتكون من برودكت اونر، البرودكت اونر ده كل شغلانته ان هو بيقعد مع العملاء او مع الستيك هولدر الكاستمر مع المانجمنت اوفيس فوق، يجيب منهم المتطلبات الموافقه على المشروع، يرتب الريكويرمنتس يحسنها وظيفته، من اهم الوظائف بتاعته السكرام جايد بيتكلم عليها ان هو يماكسمايز البروفيت، يعني من اهم وظائفه زي ما قلنا البيزنس ديليفرد فاليو تبقى عاليه جدا، يعني على قد ما يقدر يسرع في عمليه البيزنس فاليو اللي بتعود على الشركه مع الريليزز او الدليفري اللي بيعملها للمشروع بتاعه. الديفلوبمنت تيم هو المسؤول عن المشروع، عن التنفيذ الفعلي للشغل، وبيبقى عدده من 3 لـ 9. ليه 3؟ ليه مش اقل من 3 وليه مش اكتر من 9؟ لو حد عنده اجابه يا ريت يقول، يعني حتى نفكر مع بعض يعني. حد يحب يشارك بحاجة؟ أكبر من 9 صعب إدارتهم. أوكي بس النقطة الأساسية بقى هم صعب إن هم ينظموا بعض، وصعب إن أنت تحقق كوميونيكيشن عالية جدا ما بينهم. تمام؟ دي من أكتر الحاجات اللي سكرام فريم ورك بيركز عليها، إن يبقى فيه كوميونيكيشن عالي جدا ما بين التيمز، وان هم هو يا جماعه بس برضه نقطه مهمه جدا، كلمه اداره التيم دي مش موجوده في سكرام ماشي، يعني هتلاقيها في الامتحان اول ما يقول لك هو بيمانج اصلا الناس اللي ناويه ان شاء الله تمتحن، كلمه ان حد بيمانج الديفلوبمنت تيم هي مش موجوده ماشي. لو لقيت كلمه ليدنج ماشي او بينيجوشيت معاهم او بيتناقش او بيعمل معاهم تريد اوف او اي حاجه اوكي، بس ان هو بيديرهم لا، هو ما حدش بيدير الديفلوبمنت. ده سؤال امتحان وكويس ان حضرتك كتبت المعلومه ديت عشان نوضح للناس.
لو حضرتك ناوي تمتحن اللي هو البروفيشنال سكرام ماستر، كلمه اداره مش هتلاقيها في الامتحان، ولو جت هتبقى غالبا الاجابه بتاعتها غلط. الديفلوبمنت تيم زي ما قلنا كده اكتر من 9، هيبقى صعب الكوميونيكيشن ما بينهم ان هم يحققوا كوميونيكيشن عالي جدا. واقل من 3 مش هيبقى التيم قادر على تحقيق المهام الموكلة إليه. يعني احنا دايما لما بنيجي نعمل الديفلوبمنت تيم، تمام، تعريف الديفلوبمنت تيم هو قادر على تنفيذ المهمة اللي توكل إليه، تمام كده. فبالتالي لو انا مثلا في الديفلوب في السوفت وير مثلا هيبقى عندي تيستر وعندي اناليست، صح كده، وعندي ديفلوبر وتيستر، وممكن جوه الديفلوبر دولت تلاقي واحد شغال جافا، واحد شغال داتابيز، واحد شغال كذا. او الفكره كلها ان 3 هيبقى صعب جدا ان هم يحققوا كل التاسكس المطلوبه منهم، فبالتالي العدد بيبقى ما بين 3-9. وهي دي الفكره اللي احنا قلنا ان السكرام قايم على الامبيريكال بروسيس كنترول اللي هو التجارب، نجرب ونشوف انا اللي ينفع معانا اكتر. لو حضرتك الاستاذ اللي حامد، صح كده، كان سأل على السبرنت زيرو، صح كده، لو حضرتك رحت بقى للسكرام الاينس هتلاقي ان عندهم يقول لك السكرام من 3-9، تمام، وافضل عدد ليه تقريبا 7، ماشي كده. فده برضه ايه سؤال كده عندهم في الامتحان. بس في الـ في الـ في السكرام دوت اورج هو بيقول لك لا، هو التيم من 3-9. انت بقى على حسب شكل الشركه وشكل المشروع وحجم المشروع والحاجات دي كلها تحدد بقى التيم يبقى شكله عامل ازاي. التيم يا جماعه ما ينفعش يتغير كتير، و يعني ما ينفعش كل شهرين 3 كل كام سبرنت نيجي نقول لا طب احنا هنشيل فلان نحطه في التيم الفلاني ونجيب محمد من التيم ده نحطه في التيم ده. انت كده بتقلل البرودكتيفيتي بتاعت التيم، لان انت عشان تيجي تعمل انبوردنج او تدخل حد جديد على التيم هياخد وقت عقبال ما يعرفهم وعقبال ما يبدا يعني يعمل علاقات معاهم ويفهم المشروع والحاجات دي كلها. فبالتالي المطلوب ان احنا نحافظ على التيم بتاعنا على قدر كافي جدا من الثبات. مش بنقول ان هو ما ينفعش يتغير، لا طبعا في حالات التيم فيها لازم يتغير، يعني ما نشيل واحد او هنحط واحد او نعمل كذا او محتاجين ندعم التيم بحد جديد او هكذا، ولكن الافضل ان التيم يفضل بنفس الافراد اللي موجودين فيه ما لم حاجه تستدعي تغيير كبير. تكوين الفريق بيجي ازاي برضه نقطه نقولها. السكرام ماستر يعني مثلا لو الشركه هتتوجه من الشكل التقليدي للسكرام، عايز اطبق السكرام فريم ورك، فبنيجي عندنا مثلا 20-30 واحد هنقسمهم على 4 تيمز. الشركه ما بتقسمش، هي الشركه بتدي الفرصه لل 30 واحد ان هم يقسموا نفسهم، لان هم هيبقوا سيلف اورجانيزنج تيم. فبالتالي انا عايزهم يختاروا انا حابب اشتغل مع فلان وفلان، وفي نفس الوقت هنراعي النقطة المهمة ان من كل واحد في نفس مجاله هيخش تيم معين. يعني مش احنا الاربعة مثلا شغالين مثلا في قسم الميكانيكا فاحنا الاربعة هنخش مع بعض ايه هنبقى تيم واحد، لا احنا هنتوزع، بس في الاخر هبقى انا ممكن اخش مع الشخص الفلاني في التيم التاني وهكذا، تمام. فبالتالي توزيعة التيم على قد ما نقدر نخليها حاجة تخص الافراد عن نفسهم هم اللي يحققوها. السكرام ماستر انا قلت من شويه السكرام ماستر من اصعب الحاجات يعني، ولو بصينا على السلايد اللي بعده هنلاقي ان هو اخر حاجه في الاورجانيزيشن. يعني هو طبعا الشركه مش بتقف عند الشكل ده، مش هو ده كده اخر الشركه. يعني هنا عندنا السكرام ماستر ده يا جماعه الفلو اوف سيرفيس، يعني مين بيخدم على مين او الشكل الفلو ماشي ازاي. السكرام ماستر بيخدم على الديفلوبمنت تيم، والديفلوبمنت تيم بيخدم على البرودكت اونر، والبرودكت اونر بعد كده بيخدم على البيزنس موديل بتاع الشركه والكمباني استراتيجي والحاجات دي كلها اللي هي ايه بنسميها المانجمنت ليفل اللي هو ايه اللي فوق. فالسكرام ماستر الحقيقه ووظايفه متعدده جدا والسكيلز اللي مطلوبه منه كتير قوي،
يبقى فاهم سايكولوجي. وفي كتاب هنتكلم عليه جميل في النقطه ديت كمان شويه، تكنيكال زي ما الاستاذ حامد قال، يبقى فاهم التيم بيعمل ايه. السكرام ماستر في الطبيعي هو مش بيدير فريق واحد، هو بيدير اكتر من فريق. يعني انا سايب هنا الصوره دي فاضيه كده عشان نرسم فيها. يعني انا عندي لكل مشروع تمام في برودكت اونر، تمام كده. هكتب هنا اهو بي او. البرودكت اونر ده بيطلع منه تمام سوري بيطلع منه هنا سكرام ماستر ويطلع منه سكرام ماستر تاني على سبيل المثال، ماشي نخليهم اتنين بس عشان ما نكتبش كتير. تمام، والسكرام ماستر بيطلع منه، كل سكرام ماستر بيطلع منه مثلا اتنين ديفلوبمنت تيم. تمام كده يا جماعه. ففي السكرام احنا عندنا للمشروع برودكت اونر، والبرودكت اونر ده بيبقى حاجه فريده او حاجه خاصه بالمشروع بس، ما ينفعش يبقى فيه اكتر من برودكت اونر. في السكرام فريم ورك لو جينا نتكلم على السكيلد او سكيلينج اجايل او سكيلينج سكرام او كده هنلاقي فيه ترتيبات تانية، بس في المشروعات الصغيره اللي ممكن توصل لحد تقريبا مثلا 10 ديفلوبمنت تيم، ماشي سوري، السكرام بيبقى شغال معاك كويس تمام، وممكن اكتر بشويه كمان. اكتر من كده هنخش على فريم ورك تاني بقى ان شاء الله، ممكن يعني ما عنديش فيهم خبره قوي، انا عارف طبعا مبادئ عنهم، ولكن ممكن نبقى نتكلم عنهم بشكل بسيط كده ايه في مره تانية ان شاء الله. في سؤال هنا، حد عنده اي سؤال؟ محتاج اسرع، محتاج اوضح نقط، محتاج اتكلم براحه. انا محتاج بس اسال السكرام ماستر دوت، لو هو بني ادم فلو هو ماشي من الشركه او ماشي من المشروع، ايه اللي ممكن يحصل للتيمز اللي بتريبورت ديت؟ دي شخصيه، اصل انا شايف ان في دلوقتي مسؤوليات كبيره قوي على السكرام ماستر، فالبوزيشن دوت ذات نفسه ينفع يتغير الراجل دوت ولا لا؟ والمشروع شغال، والمشروع شغال. هقول لك حاجه، هو السكرام ماستر هو المسمى الاساسي في الاجايل، السكرام ماستر اسمه اجايل كوتش. السكرام ماستر في السكرام فريم ورك بنسميه سكرام ماستر، بس هو اساسه هو راجل بيعمل كوتشنج. يعني حازم عنده مشكله بيروح يكلمه يقول له والله عندي مشكله مثلا مع شخص فلاني في التيم، انا مش عارف اتعامل معاه ودي مش مشكلتي انا وكذا كذا كذا. السكرام ماستر لازم يخش يشوف المشكله دي اساسها ايه ويبدا يحلل فيها ويعمل ويقعد مع التيم ويواجههم باعتبار ان احنا يا جماعه بنتكلم في ترانسبيرنسي. يعني كل واحد ما ينفعش نخبي حاجه، ما ينفعش يبقى انا قاعد في التيم وشايل من التاني، لا يعني لازم يبقى في ترانسبيرنس عاليه جدا. فالسكرام ماستر طبعا غير كده، طبعا هو بيقيس بقى، يعني في طبعا كي بي ايز او ماتريكس محتاج ان احنا نقيسها عشان نشوف المشروع ماشي ازاي. السكرام ماستر بيقوم بالحاجات دي. ان انت تغير طبعا اي تغيير في العمليه دي سواء في البرودكت اونر او السكرام ماستر او الديفلوبمنت تيم هو غير مرحب بيه اثناء المشروع. تمام، في حد عنده اي كومنت تاني؟ انا عندي سؤال بس صغير كده لو سمحت. اتفضل. طبعا دلوقتي لو الشخص اللي ممكن يعني ايه، ازاي يتم تغطيه او ازاي يتم معالجه شخص ايا كان مين هو بقى، البرودكت اونر او السكرام كوتش او سكرام ماستر او اي حد في الديفلوبمنت تيم، هل هياثر على يعني
الورك فلو نفسه للبرودكت، وازاي هيتم تغطيه ده، وازاي هيتم معالجه ده. معلش ممكن تعيد بس السؤال من الاول تاني؟ انت بتقول لو شلنا حد من الدايره دي ولا ايه؟ لو شل، لو هو يعني هو اتغير، هو ماشي مثلا ساب الشركه او حاجه يعني. تمام. هل ده هياثر؟ ولو هياثر ازاي هنعالجه؟ طب حلو، ممتاز جدا. انت بص يعني هتنططنا النقطه بعيده شويه بس هجاوبك عليها. الاجايل له عيوب عشان نبقى متفقين عليها، ومن ضمن عيوبه ان هو بيعتمد على العامل البشري بشكل كبير جدا، تمام كده، وبيعتمد بشكل قليل شويه على الدوكيومنتيشن. تمام. ولو جينا نبص على السكرام والاجايل هنلاقي ان مفيش حاجه مثلا بتتكلم عن الكواليتي. احنا عندنا حاجه اسمها ديفينيشن اوف دان، ديفينيشن اوف دان دي احنا بنعرفها مع بعض ماشي، بس الاعتماد الاساسي كله على مين؟ على السكرام تيم اللي انت شايفه قدامك ده، البشر، العامل البشري. لو بالفعل لو جيت شلت واحد وهتحط واحد مكانه، وده سؤال امتحان للناس اللي ناويه تمتحن ان شاء الله، تمام، هيجي يقول لك انت تغيير الـ هل ينفع ان انا اغير في التيم ولا لا؟ هيقول، هتقول له احنا بنرحب بالتغيير ولا نيفر ولا يعني از نيدد، بس ان احنا نبقى ايه، ناخدين في حساباتنا ان هو بيقلل البرودكتيفيتي. محتاج تدخل واحد جديد تبدا يتعرف على التيم ويبدا يبص على المشروع ماشي ازاي وهكذا. انا بشوف ان من اكتر الناس اللي تقدر يعني هي اللي شايله الشغل كله هم الديفلوبمنت تيم، تمام. يعني البرودكت اونر ممكن يقعد مع الكاستمر ويبص على ريكويرمنتس واثنين ميتنج ثلاثه يبدا هو يمشي نفسه. السكرام ماستر ممكن يبص على الماتريكس، التيم ده كويس، التيم ده وحش، التيم ده محتاج يعني طبقا للحاجات اللي كان قبليه عاملها. بس في الاخر مفيش دوكيومنتيشن كتير في الاجايل، فدي عيوب. والاعتماد الكبير على العامل البشري، ان هم بيعاملوا الانسان از اسيت. يعني في المصانع عندهم مكن، انما في السوفت وير اللي هو قام عليه الاجايل انت حضرتك بالنسبه لهم اسيت. فانت مره واحده كده في مكنه من المصنع مشيت، تمام؟ فأكيد هتأثر على الأداء بتاع. هل هيتم ازاي ممكن يتم معالجة ده؟ يعني هل في طريقة ممكن نعالج بيها مثلا اختفاء، مش يعني اثنين مثلا عندي في التيم بتاعي استقالوا مثلا، تمام، وكانوا شايلين شغل كبير، فهل ده ازاي ممكن يتم معالجة ده بشكل ما يأثرش على مجريات العمل؟ لو أنا شغال بالشكل اللي أنا كنت قلته في الاول خالص، ان الشركه يبقى شغال فيها جزء كده وجزء كده، تمام، اقدر اجيب اشوف اللي مشي ده شغال في انهي قسم من الاقسام الطبيعيه بتاعه الشركه، تمام، وابدا اجيب حد من القسم ده يخش عندي التيم الفتره دي، وقبل ما اجيب حد او هو يكمل مع التيم وانا بعين حد جديد في الحته دي. تمام كده، تمام. او ممكن تعمل حاجه تانية، ان انت تقلل السكوب شويه، وممكن تعمل اوت سورسنج برضو، ده متاح جدا في الاجايل. يعني ان انت تاخد جزء من الريكويرمنتس بتاعتك تديها لحد تاني يعملها، مش لازم التيمز بتاعتك اللي تعملها. فهمت قصدي؟ فهمت قصدك. طب انا ممكن شايف ان الرد مثلا هيجي من كلام حضرتك ان بنقسم البرودكت بتاعنا لاكتر من تاسكس، تمام، فدوت ممكن لو هو مثلا خلص جزئيه، مثلا لو الاثنين فرد، الاثنين ممبر اللي قدموا استقالتهم دول، خلصوا مثلا، هو مطلوب منهم مثلا 20% من ال 20% من البرودكت نفسه الاثنين دول، خلصوا بس مثلا هم الاثنين 10%، فانا عارف ايه اللي خلص وايه اللي المفروض يعني يخلص، تمام، وبالتالي هيجي حد اثنين مكانهم يقدروا يكملوا، او ممكن اقلل فعلا السكوب بتاعي. السؤال الكوميونيكيشن ما بين الممبر ديفلوبمنت ممبرز مهم في ايه؟ يعني خاصه ان يعني انا شايف حضرتك بتتكلم اكتر على الشخص اللي بيبقى موجود في التيم ويعرفوا بعض كويس والى اخره. طيب. يعني ده ممكن يفيد في ايه؟ بس ده انا ده هخش معاك على نقطه سريعه دلوقتي، هنعدي كتير يا جماعه، معلش شويه ماشي.
طب ممكن استنى يعني ممكن لا لا انا هو كويس ان احنا نروح لها دلوقتي. انا بس شوفها هو بس الـ يعني ده الحاجه الاساسيه من الموضوع ان احنا نوصل للحاجه مع بعض. فاهم قصدي؟ طيب فين الشير؟ شير سكرين. الناس كده شايفة الشاشة تاني ولا لأ؟ لا مش شايفين الشاشة. ممكن كده؟ زي الفل كده. تمام تمام. طيب هنا في حاجة مهمة جدا بقى في وليه السكرام أصلا يعني بيقول لك face to face communication، وليه الديفلوبمنت تيم يبقى قاعد في نفس الأوضة والحاجات دي كلها. دي شكل الأوضة يا جماعة بتاعت الديفلوبمنت تيم. تمام؟ المفروض ان الديفلوبمنت تيم قاعدين كلهم في نفس الاوضه مع بعض. قدامهم زي ما احنا شايفين هنا زي ما احنا شايفين هنا الكرنت سبرنت، السبرنت اللي هم شغالين عليه دلوقتي، والبرودكتس البرودكت باك لوك ايتمز بتاعته ريكويرمنتس. تمام؟ بيبقى موجود عندهم البيرن داون تشارت، شكل اللي هو بيقول لهم المشروع هيخلص امتى، حاجه كده يعني تقدر تقول شبيهه شويه بالورك بريك داون ستراكشر. تمام؟ وشايفين كل حاجه قدامهم، يعني الترانسبيرنسي عاليه جدا، قاعدين مع بعض. البيبر اللي انا قلت لكم عليها اللي هي اسمها نيو برودكت ديفلوبمنت تيم، دي كاتبين فيها حاجه جميله جدا. بيقول لك ايه؟ لما الاعضاء الفريق كلهم when all team members are located in large in one large room someone's information becomes used without even trying. يعني انا حضرتك محمود حازم وحامد واكس وواي لما نقعد مع بعض بعد سبرنت واثنين وثلاثه واربعه انا اقول لك يعني شوفك كده بتكتب الكود ده ازاي، انت بتعمل دي ايه، طب انا اقدر اساعدك في ايه، طب التست ده انت بتعمله ازاي، طب انا مشغول وعندي شغل مزنوق جدا بس انت عندك وقت فاضي وفي ميتنج محتاجين حد من الديفلوبمنت يروح احضره، فحضرتك هتروح بحضره. خدت بالك؟ فبالتالي مطلوب في التيم ان انا احقق الشكل ده، شكل التي تي شيب. تي شيب ان انا واحد انا كويس جدا تيست انجينير، انا تيست انجينير كويس جدا عندي ديب نولج فيه. تمام؟ بس بعرف اعمل سيستم انجينيرز، بعرف اعمل ويب ديزاينر، بعرف انا بروجرامر اناليست، الحاجات دي كلها عندي فيها بيزك بس اقدر اسد مع الراجل. فاهم قصدي؟ فاهم. وما يبقاش هنا الشكل ده مش هو الصح، الشكل ده ممكن نبدا بيه في الاول. يعني الشكل ده لو انا هتكلم ان انا ببدا اطبق الاجايل او السكرام ماستر انا هبدا بالشكل ده اللي هو شكل الاي. تمام؟ ان جايب كل واحد ناس متخصص في مجاله، بس بعد شهر واثنين وثلاثه وسنه تمام هتلاقي التستر دوت بقى شغال ويب ديزاينر، يعني على الاقل بيعمل حاجه يقدر يساعده في حاجه. فهمت قصدي الفكره ازاي؟ فاصلا اصلا التيم هو المسؤول كله عن الحاجه اللي اتعهد ان هو يعملها. يعني في السبرنت بلاننج هو اتعهد ان هو يعمل 20 حاجه. انا ما بقولش المشكله عند التستر او عند الويب ديزاينر. فاهم؟ انا بقول احنا كتيم عندنا مشكله. تمام كده وصلت عشان كده وصلت جدا عشان كده الممبر في جوه الديفلوبمنت تيم هو اسيتس بالنسبه بالنسبه للشركه. ده هو طبعا مفيش خلاف فيه وملهاش حل. بالظبط كده. فانا قلت لك يعني ان شاء الله لو ربنا اكرمك كملنا مع بعض فاحنا هنخش في عيوب الاجايل وزي يعني ليه الحلول والحاجات دي كلها. انا مستمتع انترست جدا بيه. تمام احنا اظن وصلنا لحد هنا كده. طيب السبرنت بقى او السكرام ايفنت احنا قلنا عندنا خمسة ايفنت. ممكن حد يقول لنا بسرعه؟ ممكن حد من الناس اللي يعني ممكن يتكلم اي حد من الناس اللي معانا؟ لو حامد حابب يتكلم يقول لنا ايه هما سريعا. هو حد عنده خبره يعني ما شاء الله.
تمام daily sprint. sprint retrospective تمام. ريليز ما اعرفش ريليز دي انت متاكد منها ولا لا، بس هي في scrum.org وفي scrum guide ما فيش ريليز، بس عشان ايه يعني معلومه بس. طيب احنا الخمسه الخمسه ايفنتس بتوع السكرام فريم ورك هم السبرنت بلاننج اللي انا ببلان فيه انا هعمل ايه، وايفنتس لان هو ليه وقت وليه ميعاد، فبالتالي السبرنت بلاننج ده مدته 8 ساعات انا كاتبها هنا تحت يعني لا 8 اور فور 1 مانث ايه سبرنت تمام، ولو السبرنت بتاعي اقل فالسبرنت بلاننج هيقل معايا. بعد كده عندي الديلي سكرام احنا قلنا ان هو 15 دقيقه تمام ماكسيمم تمام، سواء بقى السبرنت بتاعي شهر او اسبوع او اي حاجه هو بيبقى معايا كده. السبرنت ريفيو بيبقى 4 ساعات اظن يا جماعه معلش. وبعد كده عند السبرنت ريتروسبكتيف بيبقى 3 ساعات تمام. زي ما قلنا السبرنت بلاننج انا بختار فيه انا هعمل ايه، الديلي سكرام التيم بيقف مع بعضه يناقش العمل يسالوا اسئله 3 اسئله مش لازم يتسالوا بس مهمين ان هم يتسالوا لو ما فيش حاجه معينه يتكلموا عليها. اول حاجه انا عملت ايه امبارح بيحقق اهداف المشروع، وهعمل ايه النهارده يحقق اهداف المشروع او يخلينا نحقق الجولز والاوبجكتيفز بتاعتنا. ثالث حاجه هل عندي مشاكل اوبستكلز او اي حاجه بتواجهني او بتعيقني ان انا احقق الشغل دوت ولا لا. لو في حاجه من الحاجات ديت التيم بيرجع للسكرام ماستر، لو في حاجه هم محتاجينه تدخل ما بينه محتاجين يرجعوا للبرودكت اونر، لو حاجه ليها علاقه بالمتطلبات في حاجه مش مفهومه كويس محتاجين يفهموها اكتر وهكذا. السبرنت ريفيو زي ما قلنا بيقعدوا يشرحوا ويعملوا برزنتيشن للكاستمر او الستيك هولدر، سواء المشروع ده يا جماعه مشروع يعني داخل الشركه ان هاوس او مشروع بيتعلق بالمعمول يعني الكاستمر بره الشركه، بيتعمل دوت تاخد منه السبرنت ريفيو تاخد منه الفيدباك وترجع تحسن على البرودكت باك لوج اللي هي متطلبات المشروع. بعديها السبرنت ريتروسبكتيف انا بحسن فيها دايره المشروع بقى كلها الفريم ورك اطار العمل بتاع المشروع. ممكن الحاجه الخامسه بقى هو السبرنت عن نفسه، الايفنت رقم 5 هو السبرنت. والسبرنت يا جماعه بيبدا امتى؟ هو بيبدا من اول السبرنت بلاننج، يعني السبرنت بلاننج هو جزء من السبرنت، والسبرنت ريفيو هو جزء من السبرنت، والسبرنت ريتروسبكتيف هو جزء من السبرنت. دي معلومه مهمه جدا، يعني انا السبرنت عندي مش بيخلص هنا وبعد كده اعمل ريفيو ريتروسبكتيف، لا هو كل الاربع حاجات دول الاربعه دول داخلين في الخمسه اللي هي دي اللي هو السبرنت عن نفسه. ماشي كده. نقطه احب اقولها هنا، السبرنت ريتروسبكتيف زي يا جماعه ممكن يتعمل يعني حاجه في فن، يعني مش شرط ان هو بعدين في الشغل، لا احنا سكرام تيم مع بعض، ناخد البرودكت اونر ناخد السكرام ماستر ونطلع كلنا نقعد في اي مكان ندردش ونتكلم مع بعض ونتكلم بشفافيه. انا خلوني هنط على جزء برضو يعني برضو مش عارف امشي بالترتيب شويه بس خلينا اروح له دلوقتي. تمام. موضوع السبرنت ريتروسبكتيف انت
محتاج ان انت يعني ايه تغير الجو كده، مبقاش كل حاجه في الشركه وبتاع، لا يعني وعايز الناس تبقى ريلاكسد عشان تطلع اللي جواها شويه، مبقاش الناس قاعده في الشركه ومتنشنه وكده. فممكن من وقت للتاني ان السبنت ريتروسبكتيف ده يتعمل في اي مكان، يعني مش شرط جوه الشركه، يعني ممكن تبقى خروجه فسحه نتغدى مع بعض ونتكلم هكذا يعني. طيب الجزء اللي هقوله دلوقتي او عد عليه سريعا، احنا بقلنا ايه، بقلنا الجزء ده خليني هنا الناس تبص على السلايد دوت وتحاول تقول لنا احنا كمصر فين. الجزء ده يا جماعه انا نسيت امسحه وانا اسف، الجزء ده معلش ده ممكن الناس تبص على الرسمه دي وتقول لنا احنا كمصريين انهي عمود من التلات اعمده دي. طيب في حد جاوب اهو، احنا رياكتيف نوت رياكتيف. طيب ها حد عنده راي تاني ولا ايه؟ حد طب موافق على راي حامد ولا معترض؟ افتحوا المايك يا جماعه لو حد عايز يفتح المايك ويتكلم يعني. اتفضل يا محمود. انا شايف لينير اكتف. لينير اكتف. لينير اكتف سوري. طيب. خليني اسالك سؤال برضو ومحتاج تجاوب عليا، مهم جدا يعني. انت لما بتتكلم مع واحد صاحبك في الشغل عن حاجه غلط هو عملها، بياخدها شخصي ولا بينفسن شويه وكده وبتضايق؟ ولا بيتعامل موضوع طبيعي؟ It depends. لا الطبيعي، الطبيعي كمصريين خلينا نتكلم احنا في مصر، لو جيت تقول ما فيش حد بيتقبل النقد، لا ما فيش حد مصري بيتقبل النقد او طيب. مجرد النقد يعني ما بيتقبلوش، لا. طيب تمام. انت في مصر بتبقى مرتبط يعني بالشغل، تمام طبعا. انت في مصر مرتبط بالشغل اكتر ولا مرتبط بالناس اكتر؟ ديبنس برضه يعني على حسب الناس يعني لو الجو لو الجو بتاع الشركه كويس، خلينا نقول مثلا جو الشركه كويس وكده وبتاع بتبقى يعني العمليه التوازن يعني الاثنين بيبقوا زي بعض اعتقد. طيب خليني اقول لك، المشاعر عند المصريين بتيجي قبل الحقائق الحقائق ولا الحقائق؟ طبعا. طبعا طبعا طبعا. طب حد عارف احنا فين بقى ولا لسه؟ يعني لسه ما حدش عارف احنا فين؟ تمام بالظبط. احنا المالتي اكتف يا جماعه، احنا مالتي اكتف تمام. لويس دوت ده حد عمل موديل جميل جدا، الموديل ده يعني بيشرح فيه معظم الدول اللي في العالم بعض الخصائص بتاعتهم، فلو جينا نقرا اللي في النص يعني وكل واحد يقراها تاني دلوقتي ويقول لي هو يعني وافق عليها بنسبه كام في الميه، ممكن يقارنها من اللي على الشمال واليمين. وكمان اللي على الشمال بالمناسبه هي امريكا والمانيا وكندا استراليا الحاجات ديت، واللي على اليمين خالص هي الصين اليابان كوريا وهكذا، واحنا الدول العربيه ايطاليا برازيل كده. ممكن تقولوا في النص وتقارنوهم بالشمال واليمين وتقولوا لي انتوا متفقين ولا مختلفين، يعني حاسس ان الكلام ده بيشرحنا او اعتقد جدا جدا تمام خلاص. حد تاني لسه بيقرا او عنده نقطه؟ ممكن في الجزء الاولاني انا اتكلمت عن طريقه تفكيري، ما اتكلمتش عن المصريين في العموم يعني. لا ما هو الفكره ايه بقى، ما انا هقول لك
ان احنا عشان ما بص بقى ما دي كلها نقط مرتبطه ببعضها. انت حضرتك عايز تطبق الاجايل جوه شركه تمام او السكرام او اي او تيفر بقى اي حاجه انت لازم تبقى فاهم الناس بتفكر ازاي. صحيح تمام. انت هتيجي احنا بنتكلم في هاي ترانسبيرنسي يعني المفروض احنا نقعد دلوقتي كتيم مع السكرام ماستر مع البرودكت اونر والله حسن امبارح كان المفروض يعمل كذا 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 وعملوش وفاهم حسن هيعمل ايه هيتضايق جدا هيقول لك طب ما انت كان اول امبارح ومش عارف ايه وانت قلت لك اعمل فبالتالي لازم تبقى فاهم المينتاليتي كويس جدا بتاعت الناس بتتعامل معاهم فاهم قصدي ما ينفعش ان انا اجي اقول ان انا هطبق السكرام وهطبقه بحذافيره وكده واخد السكرام طيب احطه لا انا قلت لك هو السكرام قايم على العامل البشري انت لو السكرام ده على مكان السكرام ده اتحط على مكان مفيش مشكله انما خليكم معايا يا جماعه دقيقه واحده معلش اتفضل الو يا مخش ابا ايش هب عينش بخف مخ عين مش كنده مش فاهم اوكي فانكشن يا 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 ايش فايت اوكي مخش اوكي انا دي يا جماعه ماشي يا سلام عليكم اتفضل كنا بنقول ايه لو شغال على مكان الاجايل لو الاجايل ده تحطه على مكان هيشتغل عادي مش هقول لك لا صح لان المكان مش هيعترض انما العامل البشري زي ما قلت لك السكرام ماستر محتاج ان هو يبقى فاهم يعني كل واحد في التيم اللي تحتيه هو بيعمل ايه وعقليته ازاي بيفكر ازاي وازاي يحفزه وازاي يقلل من غضبه وازاي لو في ضغط عليه ازاي يخليه ينجز الشغل من غير ما الضغط ده ياثر على الكواليتي فاهم قصدي ازاي نخليهم يتقبلوا فكره النقد هو اصلا السكرام كله لو جينا نبص على الايفنتس بتاعه السكرام كلها هنلاقيها اصلا هو كاتبين كده ان هي حاجات نقديه يعني انت هنا بتيجي لحظه نرجع ورا شويه هنا بتيجي هنا في السبرنت ريفيو ده معناها ايه ان الكاستمر بيقعد يقول لك الحاجه دي انا مش عايزها او انا عايزها او الحاجه دي فيها كذا كذا وكذا وحش بعد كده بتيجي في السبرنت ريتروسبكتيف ان انت تحسن الدايره كلها بتاعه المشروع وتقول ايه الحلو ايه اللي وحش فيها كان حلو ايه فبالتالي ما ينفعش ان انت تهمل العامل البشري عشان كده قلت لك السكرام ماستر كوظيفه من غير ما تبقى فاهم الناس اللي تحتيك وتبقى فاهم الكالتشر بتاعتهم عامله ازاي وهكذا دي نقطه حساسه يعني مش بس تكنيكال سكيلز يعني انت مش بتمانج انت بتليد يعني يشوف مدرب الكوره لما بيعامل لعيب وحش في الملعب ايه اللي بيحصل بيضربه ومده بيضربه طب لا بيعملوا حاجات كتيره يعني. فده شكل الليوس موديل يا جماعه هو الراجل ده اشتغل في حوالي اكتر من 100 دوله تقريبا واشتغل مش زار يعني تقريبا زار اكتر من 150 دوله لو انا فاكر واشتغل في اكتر من 100 دوله وكده فيتعامل مع شعوب من كل دول العالم فعمل الموديل الجميل ده اللي هو المالتي اكتيف والبرو اكت والري اكتيف واللينير اكتيف وقسم عليهم الدول فاحنا كوطن عربي او مصر هتلاقينا في المنطقه دي اللي هي المالتي اكتيف تمام كده اليابان الصين فيتنام الحاجات دي هتلاقيها في ري اكتيف وهكذا طبعا ممكن بقى تبص على الصور ان شاء الله بعدين انا بقعد ابعت لكم البرزنتيشن يعني تبصوا عليها وكده ودي من الحاجات الايه الممتازه جدا تحبوا بقى نعمل دلوقتي البريك ال10 دقايق ونكمل ولا نوقف ونكمل بكره ولا اللي انتوا تحبوه انا تحت امركم يعني انا شايف يعني انا من رايي ان احنا نوقف ونكمل بكره لا انا بالنسبه لي لو عايزين تكملوا انا معاكم لا 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 انا لا خالص انا بس باخد زي ما قلت لكم اهم حاجه بقى الناس مستوعبه اللي بقوله فبالتالي مش مهم بالنسبه لي يبقى الناس كلها يعني هضمه الموضوع موضوع جميل جدا جدا طيب باشمهندس حامد باشمهندس حامد وباشمهندس عبد المجيد يا ريت يردوا عليا وحازم نكمل ولا نوقف عبد المجيد نكمل بكره ان شاء الله حازم بكره ان شاء الله تمام انا مش شايف معلش حولت الشات الناحيه الثانيه طيب انا بس النقطه اللي اتمنى اسمعها منكم دلوقتي في دقيقه من كل واحد ان هو يديني الفيدباك النقط اللي عجبته
والنقط اللي ما عجبتوش تمام بصراحه جدا، وانا هتقبلها وهشتغل ان انا احسنها بحيث بكره ان شاء الله اقدر اقدم لكم محتوى بشكل افضل. فدقيقه كده لكل واحد، نبدا بحازم المره دي تمام. هو انا الموضوع بس مختلف ما بالنسبه لي بالنسبه لكل الناس، لان انا مهندس ميكانيكا من السوفت وير، فانا ببص للبرنامج على اساس بطريقه مختلفه ازاي انا برنامج زي ده اقدر ادخله في البروسيس بتاعتي او ان انا اطبقه على بروجكت عادي مش سوفت وير بروجكت. فده هيحتاج مني ان انا بروسيس اللي انت شرحته او ان انا اذاكر بطريقه مختلفه البرزنتيشن لما تبعتها لي. فهو دوت بس. لا انت اسلوب شرحك بالنسبه لي لا مبسط كل حاجه وانا فاهم كل حاجه لحد دلوقتي، فشكرا جدا. طيب ايه، طب عندك نقطه محتاجه تتحسن؟ لا هو انا محتاج اقعد افهم الدنيا ازاي الاول. هو انا واخد بروجكت مانجمنت اللي هو العادي خالص، فانا دايما لما انت بتشرح حاجه بحاول اقارنها باللي انا شفته قبل كده، فهي محتاجه مني ان انا اعمل نقطه في النص عشان اقدر استخدم حاجه زي كده تمام في المشاريع العاديه. انا الماسترز بتاعتي كانت في السكرام الاجايل ميثودولوجيز فور نون او فيزيكال برودكت ديفلوبمنت، يعني المنتجات الملموسه. فبالتالي تمام. لو ان شاء الله كملنا مع بعض والناس اتبسطت وكده، هنخش على الحاجات دي بقى، ازاي اقدر استخدمه في اداره المشروعات العاديه او في تطوير المنتجات، اللابتوب، شنطه، ازازه حاجه ساقعه، اي حاجه. هو طالما البرودكت بقى حاجه فيزيكال مش هتفرق بقى البرودكت ذات نفسه، بس انا دايما بحاول يعني مثلا بتتكلموا على حاجه في سوفت وير، انا اقدر احول حاجه زي كده فيزيكال في دماغي. هو للاسف هو لازم تتكلم على الاجايل بالسوفت وير، لان هو معمول للسوفت وير. عشان بقى نخليه الهارد وير ان شاء الله نتكلم عليه بعدين تمام. نخش على محمود. والله انا بس يعني في البدايه حابب اشكرك على شرحك وتعبك معانا دوت، ورغبتك طبعا في استمراريه السيشنز دي حاجه يعني تستحق الاحترام بشكل كبير. ده يعني شكر واجب. يعني انا استفدت كتير جدا من السيشنز دي لاني يعني ما كانش معلوماتي كافيه عن الاجايل والسكرام عموما، كانت بس سطحيه جدا. لكن دلوقتي انا بريفلكت كل حاجه بتقولها على التيم اللي انا موجود فيه دلوقتي، وانا يعني حاجتين مهمين جدا انا استفدتهم. الحاجه الاولانيه انك وصلت لي الميثودولوجي بتاعه الاجايل، ازاي ممكن اقنع التيم بتاعي ان احنا نبتدي نشتغل على حاجه زي دي. او ان انا يعني انا كمان البرزنتيشن لما تشيروا معانا ان شاء الله انا ناوي اعمل سيشن ثانيه ليهم هم مع بعض هنا في الميتنج روم، اشرح لهم بنفس الاسلوب الثالث اللي فيه انتراكشن او انتراكتيف بيني وبين الممبر تيم. تمام. وحكان كمان هخليهم يجوين معانا طبعا بعد ما اشرح لهم السيشن دي واديها لهم طبعا، بس انا هشرحها لهم لاني انا اعتقد اني اخذت اكتر استفاده لاني تفاعلت معاك دلوقتي بشكل مباشر. فانا بحبس جدا طريقه الشرح دي او الافضل طبعا ان فيها تفاعل اكتر مع المتعلمين والى اخره. اديتنا روح من نوع من انواع الروح اثناء التعلم، مش بس قاعد قدام فيديو وعمال اسمع او اسال. ده حاجه جميله جدا، وانا شاكر جدا. شكرا. ربنا يكرمك. والله هو الواحد يا جماعه يعني انا مش في مصر يعني، وانا ناوي اكمل الموضوع دوت فعلا للناس اللي حابه تتعلم. الناس هنا بقى لها فوق ال 25 سنه بتستخدم الحاجات دي، واحنا في مصر لسه بنسمع عنها. انا ما سمعتش عنها غير لما خرجت بره مصر. فهو ده يعني دوري انا بقديه لاهل بلدي، مش يعني مش اللي هو ايه يعني مش تفضل ولا حاجه، ده هو اقل حاجه ان هو ده اصلا المفروض ان اي حد يعمله. بس انت برضه ما قلتش اي عيوب يا باشمهندس محمود. ده محمود يعني ف قول لي حاجه تحب احسن بيها. طيب انا والله مش موضوع يعني هو اللي انا شفته واللي انا وصل لي بقوله بعيدا عن تمام. اي اطراء يعني ممكن اقول مثلا حاجه مثلا كفيدباك ممكن نحسن بيه. بصراحه مش شايف حاجه، كله زي الفل يعني.
ممكن مثلا لا لما شايف اي حاجه حقيقي ممكن نحط ايدينا عليها بحيث ممكن اقول مثلا ممكن نركز بشكل اكتر يعني نشوف مثلا الناس اللي شغاله في السوفت وير والناس اللي شغاله في الهارد وير ابدا اقسم السيشن بتاعتي كفكه يعني انا بوجه الكلام لده اشوف بقى مثلا نسبه يعني نسبة احنا خمسه دلوقتي في ثلاثه مننا سوفت وير فبالتالي وفي اثنين هارد وير فبالتالي لازم اقسم طريقه التفكير بتاعت اوصل لهم المعلومه اللي زي ما باشمهندس حازم قال هو بيتلقى المعلومه بشكل على خلاف ما انا بتلقاها فلازم حضرتك وانت كانستراكتور بتوجه المعلومه بتوجهها برضو بالتناسب يعني بنسبه حسب النسبه حسب نسبه الناس المشاهده لي او حسب الناس اللي بتتعلم معاك اعتقد دي اكتر فيدباك ممكن اقدمها حاجه اخيره معلش اتفضل وكانك حركت جوايا روح المشاركه بالمعرفه يعني انا بدات وانا بسمع لك بدات اعمل ليست كده بالحاجه اللي ممكن اقدمها للناس بشكل سيشن زي ما حضرتك بتعمل بالظبط دلوقتي دي حاجه اخيره بعيدا عن اي اطراء يعني دي حاجه انت لمستها عندي شكرا جدا ليك الله يخليك طيب مهندس حامد بيقول ما فيش ميكروفون عنده الله يجزيكم خير يا جماعه جميعا يعني هو بيقول ندوة كويسة يعني ربنا يكرمك يعني طيب انا حلوة النقطة دي هو طبعا بيقول انا عايز منك يعني حاجات من واقع التجارب يعني واكسبيرينس وكده انا هديكوا تاسك النهارده عليكم ان انتوا تعملوه تمام ويا ريت الناس كلها تعمله بكره عشان يبقى فيه استفاده عشان تفكروا وتستفيدوا هنخش على هو انتوا المفروض كده شايفين السكرين عندي صح يعني انا لو جيت هنا اعمل شايفينها اتفضل انتوا هنا شايفين شايفين اللي انا الويب سايت اللي انا فاتحه اتفضل شايفينه تمام scrum.org يا جماعه لو دخلت عليه وجيت هنا على محتاج اشيل ديت الريسورس وبعد كده قلت له سكرام جايد وبعد كده قلت له هنا داونلود سكرام جايد تمام عندي بقى ان انا اقرب العربي والانجليزي كمان يعني انا ممكن اجي هنا اعمل سيلكت لانجوج وانزل هنا اقول له عربي انا يعني ممكن اقرب العربي ممتاز جدا وهتلاقيه كمان الميزه ان هو حاطط لك المسميات بتاعه الحاجه بنفس اسمها يعني سكرام تيم هتلاقي اسمه سكرام تيم مش مترجمه بكلمه ثانيه فاهم قصدي؟ سبرنت بلاننج ديلي سكرام فبالتالي هتقدر تفهمه بشكل افضل لو انت مثلا حابب تقراه عن الانجليزي تمام كده؟ فاتمنى ان الناس تقراه النهارده سواء بالانجليزي او بالعربي وتحاول تحل اسئله هنا في الاوبن اسسمنت هتلاقي اوبن سكرام تمام وهتقول له ستارت اسسمنت وهتبدا تحل 30 سؤال هو مديهم لك هنا مجاني بيتغيروا مع الوقت كل شويه على السكرام فريم ورك في سؤال حليته غلط قول لي عليه نحله مع بعض بكره حابين نبقى نحل 30 سؤال مع بعض بكره تاني بس الفكره كلها انت لما هتقرا السكرام جايد هتتولد عندك اسئله جديده وبالتالي يعني انا برضه بص انا ما خدتش خبره عمليه قوي في السكرام ماستر تمام عشان ابقى برضه صريح مع حضرتك ومش عايز اقول لك ان انا لا معايا خبره وكذا لا هو انا خدت كذا تدريب مع scrum.org هم طبعا حاجه محترمه جدا وكل تدريب كان فيهم يومين خدت سكرام وخدت سكرام وسكامبان كامبان برضه ان شاء الله لو حبيته نتكلم عليه بعد كده وبعد كده دخلت بقى في الانترنشيب والماستر سيز بتاعتي وبس هو شغل ريسيرش اكتر تمام بس هو بيديك سيناريوز كتيره في التريننج فيا رب اقدر ان انا اجاوبك لو عندك اي سؤال بكره في اي سؤال اقدر اجاوبك عليه بكره في الكيسز اللي هم كانوا ادوهالنا في التريننج بتاعي يا رب كده اكون يعني ايه جاوبت عليه ان شاء الله هحاول بكره ازود جزء على السلايدز ديت بحيث يبقى يعني الماده برضو اكتر شويه
وان شاء الله ربنا يجزيكم خير. ولو حد عنده حد بقى حابب يضيفه بكره ولا حاجه، ولا ان شاء الله هنزل هبعت لكم ان شاء الله على الجروب هنا البي دي اف بتاع المحاضره. شكرا ليكم وصباح على خير. السلام عليكم. وانت مع الخير. مع السلامه. السلام عليكم.